بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحبائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 4/4/2020، المتحدث دكتور أحمد عبد محمد. احنا هذا أول لقاء لنا، وإن شاء الله تتواصل اللقاءات عبر الإنترنت. أعزائي الطلبة، يعني احنا مضطرين لهذا الأسلوب، وإن شاء الله ننجح به بجهودكم. طبعا أنا حقيقة أنتظر من عندكم يعني ردود أفعالكم عن الطريقة. حقيقة الطلاب البكالوريوس ما قدرت أفتهم منهم كل شيء، بس بلكت أنتوا تعينوني شوية، لأن هم يعني التجربة بالنسبة لنا وإلكم جديدة. أريد يعني ردود أفعالكم عن الموضوع من حيث الصوت. أنا يعني حقيقة الصوت تعبني إلى أن قدرت أوصل لهيك مستوى من الصوت، لأنه الصوت يعني صعب أضبطه، وإضافة إلى طريقة الشرح، يعني حركة الماوس، كل الأشياء اللي تريدوها تقدرون يعني تبلغوني بيها، وأنا أكون ممتن لكم. إضافة إلى طبعا إذا أكو أخطاء إملائية، أكو أخطاء يعني علمية بالموضوع، حتى إحنا دائما كل سنة يعني دا أطور الشابتر أو كل المحاضرات بما يعني أشوف عند الطلاب من تساؤلات ومن أشياء أخرى. فإن شاء الله راح نبدي، واليوم إحنا بهذا الشابتر راح نبدي يعني نوع من حقيقة مو مراجعة، بس يعني شوية نحاول هم نعيد بعض الأفكار القديمة بموضوع الريفريجريشن ديزاين أو ريفريجريشن سيستم ديزاين. الفصل الأول والفصل الثاني دزيت لكم إياه أيضا يمكن البارحة أو أول بارحة بالليل. يعني بس تعذروني مرات أدز بالليل، هاي حسب النت حسب الوضعية. فيعني إن شاء الله يعني نحاول من كثفها كلش عليكم، حتى من تجيكم يعني لا تتفاجئون. هي المهم المحاضرة اللي هي المحاضرة الصوتية. فمثل ما بلغتكم انه يعني عادة راح ارسل المحاضرة مكتوبة، وفد يوم يعني 3 أيام 4 جوز اسبوع راح تجيكم المحاضرة الصوتية عليها. فانت تطلع عليها تقلبها تشوف موضوعها عندك واهز شو شلون، احسن ما تتفاجأ رأسا بالمحاضرة صوتية وهي اصلا ما واصلتك بالاصل. نتوكل على الله ونبدي بشابتر 1. مرتبط بي شابتر 2، يعني قبل شي تعطيهم بشابتر 1 فشفتها طويلة ومواضيعهم يعني مو كلش متداخلة، فسويتها شابترين على مود يعني نسهل الأمور ونسيطر عليها أكثر. الشابتر هذا هو قلنا يعني تكملة تقريبا لمواضيع صف الرابع اللي هو ملتي ستيج ريفريجريشن سايكل، وأكثر اللي درسوا التكييف ماخذين الملتي ستيج، مو جديدة عليهم، بس شوية راح ناخذها برؤية أفضل من السابق. طبعا مرات هذا العنوان يصير بغير عنوان، يعني ألترا لو تمبريشر، يعني دائما محاولة الحصول على درجات حرارة واطئة جدا ترتبط بها الملتي ستيج. يعني دا نفهم الموضوع هو مو نفس العنوان، بس هاي الموضوعين مترابطة يعني. ولهذا أنا دائما أقول للطلاب يعني 90% من منظومات التجميد التجميد وليس التبريد، يعني أقصد مخازن التجميد، هي ملتي ستيج. الأكثرية هي ملتي ستيج، وراح نعرف الأسباب. كمقدمة عن الموضوع، السنجل ستيج يعني واضح أنه السنجل ستيج هي عبارة عن ستيج واحدة لرفع الضغط، رفع الضغط من الضغط الواطي إلى الضغط العالي، اللي هي بالسنجل ستيج من ضغط الإيفابوريتر أو ضغط السحب، ضغط خط السحب، إلى ضغط الدفع او ضغط الكوندنسر. فلما تكون بهالشكل هذا هاي هي سنجل ستيج. احيانا يتوقف الكمبرسر في مرحله ما نقول وسطيه ما بينهما،
ومن ثم يواصل الانضغاط. الفكرة وين؟ الفكرة انه عندما ارفع الضغط وبالتالي راح ارفع درجة الحرارة، يعني اذا اشتغل بالسوبر هيت زون، فارتفاع ضغط درجة الحرارة المصاحب لارتفاع الضغط نسميه تمبريتشر ليفت، ارتفاع درجة الحرارة. هذا ارتفاع درجة الحرارة على اساسه يقيسون حاجة المنظومة الى 1 ستيج اور 2 ستيج اور 3 ستيجز مرات. فاذا التمبريتشر ليفت هو مقدار ارتفاع درجة الحرارة من خط السحب الى خط الدفع، يعني تي ساتوريتد ناقصا او اذا هو ساتوريتد، او تي ساكشن وتي ديسشارج. تي ديسشارج ماينس تي ساكشن نسميها تمبريتشر ليفت، مرات تسموها دلتا تي ولها اسماء اخرى. اذا انا يعني عندي هذا التمبريتشر ليفت هو المقياس، سنعرفه حتى ايش قد قيمته. فبالمنظومات ايش وقت التي ليفت يصير كلش كبير؟ لما يكون الفرق بين الضغوط كلش كبير. زين يرجع السؤال، ايش وقت يكون الضغط بين الاثنين كلش كبير؟ عندنا يا اما يعني عندي ضغط المبخر ثابت وضغط المكثف عالي جدا، فراح يصير التمبريتشر ليفت عالي، او ضغط المكثف ثابت وضغط الايفابوريتر واطي جدا او كلش منخفض، فراح يكون التمبريتشر ليفت ايضا كبير. وين موجود هذا وين موجود هذا؟ طبعا لما يكون ضغط الكوندنسر ثابت اللي هو يقابل درجة حرارة التكثيف اللي هي درجة حرارة الهواء الخارجي، ودا اشتغل بمنظومات تجميد frozen food industries، فاحيانا توصل الى ناقص 40. اعتقد هذا كلش طبيعي، يعني بتجميد اللحوم الاسماك ناقص 40 هذا المعمول به. فاذا انا عندي ضغط الكوندنسر بحدود 50 او بالعراق 45 الى 50 و ضغط الايفابوريتر اللي قابل ناقص 40، فراح نشوف التمبريتشر ليفت عاليه جدا. فبهيش حاله يكون اداء الضاغط، اسمعني زين، اداء الضاغط سيء. عندما يكون التمبريتشر ليفت كلش عالي اداء الضاغط يكون كلش سيء، وراح نشوف شو يصير بيه سيء وشنو هي الاسباب. هذا من جهة. طبعا ممكن ان توصل درجات حرارة دون المية، ما ناقص مية، بعض الـ يعني الكيميكال اندستري، الصناعات الكيميائية وصناعات الادوية وبعض الاشياء اللي هي الاسلحة، يعني قضايا عسكرية وبيولوجية وغيرها، كل شيء هواية اكو تطبيقات على درجات الحرارة الواطية اللي هي بهيجي مراحل راح ندخل في موضوع الكرايوجينيك اللي هو بالعربي يسموه الزمهرير، وحتى هو موجود بال يعني المفروض موجود بالكورس مالكم اخر فصل. الجهة الاخرى احنا قلنا اما الايفابوريتر ثابت والكوندنسر يصعد، او الكوندنسر ثابت والايفابوريتر ينزل حتى التمبريتشر ليفت. موجودة انه اذا الايفابوريتر ثابت والكوندنسر كلش عالي، طبعا هاي وين تكون موجودة؟ تكون موجودة بالمنظومات اللي في مناطق، في مناطق حارة جدا اللي هي يعني فوق 50. طبعا هاي كلش نادرة، بس هاي تكون لما عندي يعني استخدم، اذا استخدمت منظومات التبريد او التجميد او التثليج الى هيت بوم، يعني بالتدفئة، ومو بالتدفئة العادية، وإنما أستخدمها بالتجفيف أو بالتسخين، معناها ممكن أن الكوندنسر يصعد إلى درجات حرارة. طبعا بالتسخين يجوز تسخين مي، يجوز تسخين بعض السوائل بالقضايا الصناعية، فيجوز يحتاج يصعد إلى 70 و80 و90، فراح يصير أيضا التمبريتشر ليفت كلش عالي. زين هذا تمبريتشر ليفت، خلينا نشوف هاي. طبعا الملاحظات اللي تحتها خط يكون التركيز عليها افضل.
As the temperature left increases, the single stage system gonna become inefficient and impractical. إذن في حالة ارتفاع temperature left راح يكون النظام غير كفو وغير عملي. اشيرنا إلى الشكل واحد واحد، يعني راح أنزل، يعني أنتم هم تابعوا وياي. بالمناسبة يعني هاي النسخة اللي قدامكم هسه شوية تختلف عن النسخة اللي عندكم، كلش قليل تختلف. وبالتالي ورا ما حنخلص المحاضرة راح أرجع أدزلكم هاي اللي بها بعض التعديلات، ماشي؟ بس أنت يعني تقدر تتابع بسهولة لأنه الاختلاف كلش بسيط. فلو أرجع على هذا الشكل، طبعا المعتاد احنا بالتثليج، منظومات التثليج نعتمد تشارت، يعني اما تي اتش دايجرام يا اما بي اتش دايجرام برسم السايكل، وهي بي اتش دايجرام حقيقه اكثر استخدام واكثر شيوع. فهنا بهاي الحاله بالذات احنا هنا شو اختارينا؟ اختارينا ضغط كوندنسر ثابت، هذا هو ضغط كوندنسر ثابت، وضغط ضغوط ايفابوريتر مختلفه، يعني واطية جدا، واطية واعتيادية. فخلينا نقول تكييف، تبريد، تجميد أو تجميد وتجميد فائق، اللي هي 4-1، 4-1-1، 4-1-1. حقيقة من النظرة الأولى نقدر نشوف كثير كثير من المشاكل تظهر. يعني هسه منا راح نباوع هذا الطول من 4، بس حتى تتذكرون السايكل ايفابوريتر. طبعا هنا الايفابوريتر يعني يسلم الكومبريسر ساتوريتد، باوع الى خط الساتوريتد، مو سوبر هيت، يعني مو منا. فاذا ايفابوريتر كومبريسر، ولنفترض انه انضغاط ايزنتروبي، يعني ماشي على خط ثبوت الانتروبي، بعدين كوندنسر، بعدين اكسبانشن. هاي هي السايكل الاعتيادية، واضح هسه؟ فمن الشكل اقدر اباوع انه هذا الطول من 4-1 شي مثل، اذا تتذكرون، يعني خلينا نقول H1، هذا خط الانثالبي او محور الانثالبي، H1-H4 شي مثل؟ يمثل الريفريجريشن افكت، تأثير التبريدي. هو هذا حصيلة المنظومة، هو هذا اللي أريده من المنظومة، التبريد هنا. فراح يطلع لي إشقد كيلو جول لكل كيلوغرام، يعني خلينا نقول انثالبي نوعي. زين، فتلاحظ كل ما نزلت درجة حرارة الإيفابوريتر إيش صار بالطول؟ قل، وبالتالي سعة المنظومة قلت. يعني اللي هي كانت أم 3 طنون أو إيش قد نقول 10 كيلووات، تصبح 7 وتصبح 5، وحتى تصبح للاثنين توصل إذا أظل أنزل لدرجات الحرارة من الإيفابوريتر. واضح؟ إذن هذا أول شيء واضح من الشيء الثاني اللي راح نشوفه، باوع درجة حرارة الخروج من الضغط، هي 2-2-2. فنلاحظ هاي درجة حرارة، هاي خط ثبوت درجة الحرارة باوع على إيدي، هيجي وهيجي، هذا هيجي. أوكي، هذا هو خطوط ثبوت درجة الحرارة، تقدر تشوفها بالشارت، تطلع شارت نظامية وتشوفها. انباوع أنه كل ما انخفضت درجة حرارة الإيفابوريتر، درجة حرارة الخروج من الضغط ازدادت، تمام؟ لأن هاي الدرجة هي أعلى من هاي، هي أعلى من هاي. فإذا الحرارة اللي راح تطلع من الضاغط، أو الضاغط منطقة خلينا نقول الدفع بالضاغط، راح تكون حارة جدا جدا، يعني ما تقدر حتى تلزمها إذا يعني أنت عندك شوية خبرة عملية. فتطلع يعني حتى تجتاز 100 أحيانا، 120-130 بعض الأنواع الفريون. فبالتالي اولا لو اباوع هسه هذا الطول شي يمثل من 2-3، او من 2-2 او من 2-3، يمثل الحرارة المفقودة او الحرارة اللي نطلقها بالكوندنسر. فاذا
كل ما كان درجة حرارة أو معناها الحرارة اللي أطلقها بالكوندنسر، أو بكلام آخر سعة الكوندنسر، أو بكلام آخر أو أصح أنه المساحة السطحية اللازمة للهيت ديسيبيشن ان الكوندنسر must be large and large and large، يعني معناها الكوندنسر ماك راح يصير كلش كبير اذا كانت درجة حرارة الايفابوريتر واطية. فاذا هاي هم مشكلة. المشكلة الثالثة انه درجة حرارة الضغط راح تصير كلش عالية، وبالتالي يحتاج انواع زيت خاصة غير قابلة للتحلل او غير قابلة لل يعني الكربون، يعني ما تتكربن من نتيجة ارتفاع درجة حرارة، او مثل به نوع من بالسوق يقولون يحترق الدهن، تغير خواصه، خلينا نقول الفسكوستي مالته تقل، لان كل ما تزداد درجة الحرارة معناها الفسكوستي تقل، يبدي يصير به نوع من التأكسد. فهذن كلهن مشاكل. ونلاحظ انه كل ما تقل درجة الحرارة كل ما تمبريتشر ليفت ده يصير كلش عالي، يعني هاي درجة الحرارة هي هاي باوع درجة الحرارة سال 4 وين القيه؟ القيه هنا راح القي ثبوت درجة الحرارة باوع على ايدي، هذا ثبوت درجة الحرارة مال نقطة 4 دبل تربل داش، ونقطة الخروج هي هاي، هذا الثبوت مالها هيك يجي، فكلش هواية فرق. فبهيج حالات يبدي يكون الملتي ستيج واجب. خلي نباوع نصعد نشوف بعد شنو. اذا نجي على البي اتش دايجرام او التي اتش دايجرام راح نباوع ثروتلينج لوسز انكريز. ثروتلينج لوسز احنا كنا نعرف انه الاداء بصمام التمدد هو عند ثبوت الانثالبي، هو عند ثبوت الانثالبي، بس المشكلة انه هو ايضا يفترض ان يكون عند ثبوت الانتروبي، لان ماكو اي حرارة، بس هي الحقيقة مو هاي. لو تجي على الحقيقة هو الاداء مالته هو بدليل، يعني من تلزم الايفا تلزم الاكسبانشن راح تلقيه يبرد. فاذا شنو؟ فاذا عنده قابلية ان يستلم حرارة، او اكو حرارة راح تستلم، فإذا أكو انتقال حرارة، إذا هذا الأداء ما راح يكون بهذا الشكل عمودي بالتي اس، وإنما راح يكون مائل. حتى بال 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 بالاتش هنا همتين الاتش شوية راح تزيد. ليش راح تزيد؟ لأنه راح يستلم حرارة، فراح يصير هذا شكله حقيقة. فنفس الشيء نلاحظ أنه كل ما أني أنزل بالضغط أو أنزل بدرجة حرارة الإيفابوريتر راح ألقي الخسارات راح تزداد. أوكي، هاي واحد. الثين يعني ما طول إحنا نحكي على هاي الجهة، أيضا باوع نقطة رقم 4 هي الدخول إلى الإيفابوريتر. تمام، نقطة رقم 4 هي الدخول إلى الإيفابوريتر، وأربعة داش كذلك، وأربعة دبل داش، بس كل وحدة بضغط أو بدرجة حرارة. لاحظ هاي طبعا كلها بعد الإكسبانشن. أول شيء الإكسبانشن راح يبدي يكبر، لان الاكسبانشن اللي يخفض الضغط منها لهنا غير اللي يخفض الضغط منها لهنا غير اللي يخفض الضغط منها لهنا، هاي موضوع اخر، نقول موضوع اقتصادي. لكن الموضوع الفني خلينا نقول هنا هو الدخول للايفابوريتر. هاي النقطه شنو خواصها او شنو مواصفاتها؟ نقطه ضغطها هو هذا الضغط، درجه حرارتها هي درجه الحراره. اوكي، الشيء الاخر اللي لازم اعرفه الكواليتي، الكواليتي او احيانا في البخار نسميه الدراينس فراكشن. الكواليتي هو نسبة البخار الى نسبة السائل. فهاي النقطة بها هذا منا الى هنا هو بخار، وهذا الطول هو سائل. طبعا واضح انه السائل اكثر، وهو هذا اللي يهمني اني، كل ما كان السائل اكثر كل ما افضل، لان هو السائل اللي راح يتبخر، اما البخار فما في اي فائدة. فكل ما كان نقطة دخول الإيفابوريتر بها كمية سائل أعلى، معناها التأثير التبريدي راح يصير أكثر، ونقدر نشوفه. يعني لو كانت نقطة رقم 4 العفو نقطة رقم 4 هنا التأثير التبريدي أكبر لو مو أكبر، فهاي النقطة اللي مؤشرة قياسا بنقطة رقم 1 أكبر هذا الطول، معناها التأثير التبريدي أكبر. وإذا كانت هنا
واذا على الساتشوريتد هو هذا افضل شيء واللي احنا ندوره. لذلك احنا شو نسوي بنقطه رقم 3؟ دائما نسويها سب كولد، نسويها سب كولد، نجيبها لهنا حتى من نسوي تمدد توصل للنقطه لهنا. زين، نرجع على موضوعنا. اذا نقطه رقم 4 بها نسبه بخار وهي غير مرغوب بها مهما تكون، هسه حتى قليله، اوكي قليله، بس نقطه رقم 4 داش قياسا من نقطه رقم 4 نسبه البخار بها اعلى، اذا راح يدخل بخار اكثر، اذا التاثير التبريدي ايضا راح يتغير. فلاحظ بحدود هسه احنا حددنا يجي 5 نقاط كلها نقاط سلبيه على استخدام الضغوط الواطيه او درجات الحراره الواطيه. اذا throttling losses increase، super heat losses increase. تلاحظون السوبر هيت ايش قد يصير، يعني كانت سوبر هيت عندي منا الى هنا، باو ايش قد صار، باو ايش قد صار، نفس الشيء هنا همات، يعني يصير بها سوبر هيت. السوبر هيت حقيقه هو اول وتالي انت لازم يعني حراره اضافيه، صح قليل من السوبر هيت مطلوبه، لكن الافراط بالسوبر هيت معناها شنو؟ معناها راح نأثر على الكوندنسر، لان هو الكوندنسر مسؤوليته ان يشيل هاي الحرارة المضافة، واضح؟ فاذا اذا زاد السوبر هيت معناها احنا ايضا رحنا بالمحظور. كومبرسر ديسشارج تمبريتشر انكريز، شفناها انكريزز. كواليتي اوف فيبر، هاي اللي حكيناها، ات انلت تو ذا ايفابوريتر انكريز، الكواليتي تزيد معناها نسبة البخار تزيد، معناها نسبة السائل تقل، معناها الريفريجريشن افكت يقل، وهذا غير مرغوب به ايضا. سبيسيفيك فوليوم ات ذا انلت تو ذا كومبرسر انكريز، خليني اوقف على هاي النقطة اعبر على اللي بعدها، او خلوني بهاي النقطة. هاي النقطة شنو معناها او شنو تفسيرها؟ يعني كان المفروض يعني انا اسالكم بالقاعة، بس بما انه انتم مو يمي فما اقدر اسالكم، فهي يعني سؤال اريد من عندكم تفكرون بي زين. انه السبيسيفيك فوليوم، سبيسيفيك فوليوم يعني اللي هو مقلوب الكثافه اللي هو الحجم النوعي انكريز. زين هذا مضر، ليش؟ اول شيء خلينا نشوف ليش انكريز، هل هو فعلا انكريز؟ بعدين ليش هو مضر؟ خلي اجي على هاي النقطه. اذا انا ايش دا يقول هو؟ دا يقول النقطه واحد داش او النقطه واحد دبل داش او تريبل داش اذا موجوده هي ذات حجم نوعي اكبر من النقطه رقم واحد. خلينا نتاكد هي فعلا اول شيء هذا، وبعدين نناقش ليش هي يعني راح تاثر على المنظومه او المنظومه تسوء. نقطه رقم واحد بسرعه، يعني هي اولا انتم دائما من تسمعون نوعي تلاص اموركم، عبالكم فتشي يعني تغير. يعني انا من اقول حجم نوعي، خلوني افكر بالحجم وعوف النوعي. النوعي يعني لكل كيلوغرام، فهو الحجم. هسه احكي لي انت على الحجم او تخيل الحجم. الحجم هنا حجم معين، خلينا نقول حجم معين عند درجه وضغط معين. اذا درجه الحراره، اذا الضغط قل، درجة حرارة قلت او الضغط قل، ايش راح يصير بالحجم؟ يعني انت تخيل عندك فد شيء وانت ضاغط عليه، بعدين شوية هديت ايدك عنه، هو هذا الشيء خلينا نقول عنده امكانية انه يتوسع، فاذا قل الضغط عنه ايش راح يصير به؟ اكيد راح يبدي يكبر يتمدد، واذا قل بعد راح يتمدد اكثر. لذلك كل ما ينزل تنزل درجة حرارة بالتالي دا ينزل الضغط. احنا هسه الضغط اللي يهمنا، لان هو اللي دا تأثر به الحجم النوعي، يعني الحجم ويا الضغط. فاذا كل ما دا يقل درجة الحرارة مال ايفابوريتر، بالتالي دا يقل الحجم النوعي، او دا يقل الحجم او الحجم النوعي. زين هسه اذا اتفقنا انه الحجم النوعي عفوا دا يزيد الحجم النوعي، انا اسف، يعني الحجم ده يكبر فالحجم النوعي ده يكبر. فإذا النقطة واحد دبل داش حجمها النوعي أكبر بكثير من الواحد، خلاص هذا اتفقنا عليه. زين ليش مو زين؟ ليش هذا سيء؟ ليش هذا يأثر على المنظومة؟ تخيل لي هسه عندي أني كومبرسر من النوع الترددي،
فإذا حجم الـ كل شوط أو خلينا نقول كل دورة من دورات الكمبرسر راح ينزل البستن إلى أوطأ نقطة اللي هي الباتوم ديد سنتر بي تي دي سي، راح يملي الأسطوانة بحجم معين أو محدد من، خلينا نفترض الأسطوانة مثالية بحجم محدد أو بحجم معين من ماء التثليج، صح لو مو صح؟ صحيح. إذن هذا الحجم اللي هو من الغاز اللي جاي من نقطة رقم واحد أو واحد داش، لأن هي نقطة الاستلام، نقطة خط السحب، فإذن هاي الأسطوانة راح تملي بحجم محدد. شنو هذا الحجم المحدد؟ اللي هو حجم الأسطوانة مثاليا اللي هو باي دي سكوير في الال، مساحة القاعدة في الارتفاع مع الأسطوانة. زين، إذا كان الحجم النوعي كبير، هسه نجي على الحجم النوعي. إذا لما ملاها حجم معين من غاز بمواصفة حجم النوعي كبير، معناها الكتلة المصاحبة إلى شبيهة صغيرة، يعني بما كان الكيلوغرام حجمه متر، من كبر الحجم النوعي صار الكيلوغرام حجمه 3 أمتار. إذا أنا عندي غرفة أو أسطوانة حجمها 3 أمتار مكعبة، فإذا كان الحجم النوعي واحد، فمعناها الـ 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 الحجم اللي شغله هذا الغاز وزنه كيلو أو كتلته كيلو، صح لو مو صح؟ صحيح. إذا أريد، إذا هو الحجم باقي واحد متر مكعب، وجبت له حجم نوعي غاز بحجم نوعي 3 أضعاف ذاك، فإذا الكتلة اللي جت شقد؟ ثلثها. يعني الكيلو الواحد كان يشغل متر، هسه الكيلو الواحد لازم يشغل 3 أمتار. فإذا أنت عندك بقى متر، فإذا هو أنت ما تقدر بعد تدخل كيلو، راح تدخل ثلث الكيلو. هذا هسه بدينا احنا نقترب من الجواب. إذا استخدمنا النقطة رقم واحد بحجمها النوعي، إذا الكيلوغرام المعين بير مينيت بير سكند هو اللي راح يتبخر، صح لو مو صح؟ يعني من أحسب السعة شلون أحسبها؟ أحسبها هل قد كيلوغرام لكل كيلوغرام إيش قد بي إنثالبي، ما له علاقة بالحجم. فإذا عدد الكيلوغرامات اللي تطلع من نقطة رقم واحد هي هواية أكثر من عدد الكيلوغرامات لنفس الغاز بس بغير ظروف من نقطة رقم دبل داش. إذن هذا شي يعني أنه الكتلة اللي راح تجهز، كمية الكتلة اللي راح تجهز إذا كان درجة حرارة الإيفابوريتر درجة معينة إذا خفضناها تبدي الكتلة تنزل. وهذا أيضا مرتبط الموضوع بال compression ratio أو نسبة الانضغاط، يعني هم راح نمر عليها إن شاء الله. وهذا الحكي طبعا كله صح شوية بجديد، بس هو مو كل الجديد، لأن بصف الرابع احنا حكينا هذا الموضوع، لأنه الكفاءة الحجمية سوء. إذا أجمل هذا الحكي أنه كل ما زاد الحجم النوعي الكفاءة الحجمية سوء، أي أنه كفاءة الأسطوانة تبدي بدل ما تضخ لي كيلو تضخ لي نص كيلو، بدل ما تضخ نص كيلو تضخ ربع كيلو، وهذا بالتالي كلش مؤثر. فإذا هنا يقول لو فوليومتريك افشنسي، إذا الكفاءة يعني هاي النقطة هي مرتبطة بهاي، أكو علاقة بيناتهم لأنه هي لها علاقة ويا الكومبريشن ريشيو، هسه راح نشوف. فإذا هذني النقاط، فيعني نلاحظ أنه هاي النقاط تسوى أنه واحد يفكر يروح بالاتجاه الآخر أو باتجاه ملتي كومبريسر أو ملتي ستيج. نشوف الفيجر 1-2. هذا الفيجر 1-2 يعطيني العلاقة بين درجة الحرارة والضغط اللي هي نفسها المعهودة، بس أكو مشكلة أيضا أخرى تنضاف إلى المشاكل اللي حكيناها. شنو هي المشكلة الأخرى إذا واحد يباوعها هسه؟
طبعا هذا هو يعني العلاقة بين درجة حرارة والضغط، طبعا العلاقة اللي هي بالساتوريتد مو بالسوبر هيت. ها احنا نحكي على الساتوريتد هسه، هاي ساتوريتد بريشر اللي هي نفس العلاقة او نفس الجداول الموجودة عندكم بس رسمناها، تبدي من السي او 2 اعلى شيء وتنتهي بالار 134 وما بينهما ما بينهما. زين الملاحظة اللي الاحظها هنا يعني خلي اشوف الملاحظة انه انا هذا الضغط هسه اللي هو مع العلاقة بهذا، هذا بالبي اس اي، خلينا نحكي على هذا اللي هو بنظام الاس اي بالكيلو باسكال، يعني اذا اضربه اذا اقسمه على 100 يتحول الى بار، اذا اضربه في الف يتحول الى باسكال او نيوتن على المتر المربع. دير بالك شوي على الوحدات او دير بالك هم احنا هسه ما يفيد المذكر يفيد المؤنث. فاذا الكيلو باسكال، اذا وين الضغط الجوي هسه؟ الضغط الجوي من يعرف ايش قد؟ الضغط الجوي هو 1.1 بار، بدي احكي بالبار اللي هو 1.013 تقريبا، يعني تقريبا 100 كيلو باسكال. هاي هي ال 100 كيلو باسكال، واضح؟ فاذا هذا الخط هسه يعني المفروض اني اخليه بلون احمر، ويجوز هسه راح تجيكم بالنسخه لون احمر، هو الضغط الجوي. زين وشنو يعني هسه يعني ليش بدنا نحكي هذا الحكي؟ زين هذا هو الضغط الجوي، اذا دون هاي هو فاكيوم، فوق هاي هو بريشرايز، يعني بكلام اخر اذا هنا صار ليك الغاز يطلع لي برا، اذا هنا صار ليك الغاز يدخل للمنظومه، صح؟ صحيح، اللي مشتغل واللي يعني يفهم هذا الموضوع واضح. زين خلينا نجي على مثلا فريون 507، فريون امونيا NH3، هاي الامونيا. اذا الامونيا اذا كانت تعمل بدرجه حراره صفر ناقص 10 ناقص 20، الايفابوريتر مالها ايش بيه؟ الكوندنسر منتهين من عنده، عشان الايفابوريتر لان هو عادي ضغطه اعلى، ضغطه فوق الضغط الجوي، صحيح؟ بس اذا نزلنا للناقص 40 مباوع الامونيا صار بيها وين قامت تعمل؟ تعمل تحت الضغط الجوي، اي انه راح يصير اندر فاكيوم، والاندر فاكيوم مشاكله كلش هواي، احنا دائما نحاول نتجنبه او نبتعد عنه لانه صعب جدا 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 ان اقدر اوفر فضاءات كبيره، اذا خصوصا اذا سعات كبيره، ودائما هي اندر فاكيوم لازم يصير بيها ليك، واكتشاف الليك بالفاكيوم صعب جدا. يعني تعرفون احنا شلون نعرف بالليك؟ ابسط طريقه شلون نعرف الليك بالمنظومات العاديه، هو هذا محلول الصابون نخليه على الكونكشنات على المكانات اللي نشك بيها وراح نشوف يصير فقاقيع. زين اذا هو الفاكيوم موجود بالمنظومه يعني الليك راح يصير داخل، فما يبين غير منظور، ايضا ماكو غاز دا يطلع حتى نقدر نجيب جهاز يتحسس لنا الفريون الخارج. فاذا معرفه الليك إضافة إلى مشاكل أخرى ممكن أن تدخل رطوبة ويا الهواء وتسوي لنا. عموما يعني ما نريد ندخل بهذا الموضوع، موضوع طويل وشائك، بس اللي أريد نعرفه أنه نتجنب الفاكيوم. إذا إحنا إذا ظلينا ننزل بالضغوط فمعناها ممكن أن نروح لهاي المناطق اللي هي مناطق الفاكيوم، فنحاول نبتعد عنها. فالملتي ستيج والستيجات الهاي راح نشوف شلون نقدر نتجنب هذا الموضوع. فهذا الحكي اللي هو هنا اكسبيرينسي اندر اشوف ان ديزايربل لو ايفابوريتر بريشر ان ذا رينج اوف ناقص 40 تو ناقص 80 بيكوز ذا ايفابوريتر ورك اندر فاكيوم، هذا اللي حكيناه احنا. بس ذول الاثنين هذا طبعا هيدروكربونز والسي او 2 والايثان اللي كلها هاي هيدروكربونز على السي او 2 تكون عاملة، ولا لأن اللي شفناها هسه الكيربات. فأكو علاجات إلها، هاي بس ملاحظة يعني واحد لا يعني يروح زايد بال يعني نزول درجات الحرارة. صح أكو أنواع فريون ممتازة بس هذا عيبها، يعني فريون 22 ممتاز بس عيبه أنه راح يروح باتجاه الفاكيوم. نشوف موضوع آخر أو نكمل
significant fraction of industrial refrigeration plant operate with a large difference between evaporator and الحقيقة. يعني هنا أنا دا يقول إنه الحقيقة أو الشيء الموجود هو دائما في عمليات التصنيع أو عمليات الكيميائية إنه يكون هنالك فرق كبير بين درجة حرارة كوندنسر والإيفابوريتر. إذن التمبريتشر ليفت عالية، إذن إحنا مضطرين أن نستخدم اللي هو الملتي ستيج. إحنا قلنا المؤشر أو المقياس هو التمبريتشر ليفت، فإذا الواقع يجبرنا إنه large difference between evaporator and condenser temperature. This large temperature lift imposes يجبرنا أو يحكمنا both يعني يعطينا أو يظهر لنا both problems and opportunity for the system. هاي اللي هي تطلع لنا يعني هم منظومات تكون تحت الفاكيوم وهم المنظومات اللي هي أداءها سيء مثل ما قلنا. ملتي ستيج كومبريشن حل الهاي إذن يعني من حسن حظنا إنه الملتي ستيج كومبريشن which although increase the first cost. يعني هذا الملتي ستيج هو حل للشغلتين على الرغم من إنه أنت بدال كومبريسر راح تجيب كومبريسرين. يعني لا تنسى إنه راح الانيشال كوست أو الفيرست كوست over single stage compression راح تزداد طبعا يعني. وايضا راح تشوف بعض المشاكل اللي هي طبعا القدره مالتك هم راح تصعد لانه كومبرسرين. فطبعا بالمناسبه هو الكومبرسرين ما تضعف يعني مضبوط، بس هي اكثر 100%، بس يبقى هو حل ممتاز لدرجات الحراره الواطيه. ان ملتي ستيج كومبريشن هذا اللي هو جوال الخط ذا ريفرجرنت بيسيكلي فلو، يعني احنا راح نحكي عليها إن السيريز ده يمشي توالي، يعني ينضغط وبعدين ينضغط ما يتفرع أو أي شيء، بأكثر من ضاغط ممكن اثنين ممكن ثلاثة، with special processes performed on the refrigeration between stages. بعض الأشياء نسويها بين الستيجين، يعني مو أضغط وأرجع أضغط، أنا ما سويت شيء معناه وكأنه الضاغط قسمته، لا هي أكو عمليات أسويها بين الضغطين، وإن كان يعني أضغط وبعدين أضغط هم بها يعني فائدة، بس يعني حتى الفائدة تكون كلش كبيرة وتحل كل المشاكل اللي حكيناها هي هاي الطريقة. طبعا المنظومات اللي راح ندرسها بالمناسبة هي مو كلها تنصب بالملتي كومبريشن. احنا هنا يعني هذين النقاط الثلاثة بالنسبة للملتي كومبريشن سيستم هذا صح احنا راح ندرسه، وهو العلاقة بالموضوع اللي دا نحكي به. الملتي ايفابوريتر سيستم هو متداخل وياه، يعني ممكن يكون ملتي ايفابوريتر بس مو ملتي كومبريشن، وممكن يكونون الاثنين هم سوا. فيعني احنا دا ندرس حالة خاصة بالملتي ايفابوريتر سيستم والملتي كومبريشن، فخاف نلقى هذا الموضوع. فالموضوع هذا مو دائما بس هنا، هذا هنا وبغير مكان، فاني يعني خليت الحقيقة بس يعني أريد هواية يعني تحصل مادة علمية لأنه موجود. وتعرفون هسه يعني آخر صيحة مال المنظومات التكييف اللي هي الـ VRF وجماعتها، فهي كلها ملتي إيفابوريتر سيستم، فأريدت أنوه عنها أو أمر عليها مرور حتى زين. إذن هسه نجي على الملتي كومبريشن سيستم. طبعا الملتي كومبريشن سيستم اللي راح ندرسه هو نوعين، احنا قلنا هو انضغاط متعدد اضافة الى بالانضغاط نسوي بعض الاجراءات اللي تحسن بعد من الدورة وتحل مشاكل اكثر. فاذا هنا بهذا اللي هو طبعا ملتي ستيج كومبريشن، اذا هاي حلت لي المعضلة الاولى اللي هي هاي تمبريتشر ليفت، وبعد شنو بيها انتركولينج. الانتركولينج هي الاضافات اللي حكينا عليها بسهولة يعني ببساطة حتى نفهمه، هو هذا عبارة عن يعني ما اعتقد اكو صورة للمنظومة، هو مجرد انه الغاز اللي يطلع من الضاغط الاول يتبرد بالماء او يتبرد بالفريون. هسه راح نشوف
فالفكرة انه هذا الغاز يتبرد ويرجع ينضغط. هاي الفكرة. كيف يتبرد؟ اكو اكثر من طريقة، راح نحكي احنا عن طريقتين. فاذا الانتر كولينج ان ملتي ستيج، وعادة هاي موجودة، يعني احنا ما نسوي ملتي ستيج بدون فد تبريد. فممكن تبريد بالهواء، حتى اكو بعضها منظومات الامونيا ممكن تبريد بالهواء او تبريد بالمي او تبريد بالفريون نفسه. احنا راح ناخذ المي والفريون، الهواء ما راح ناخذها. زين لو يعني بس خلينا نشوف الدعم، خلينا نقول النظري للموضوع، انه الشغل نظريا الشغل النوعي، طبعا هنا هذا الورك مو الدبليو اللي صغيرونه، اللي هي سبيسيفيك ورك، يعني كيلو وات لكل كيلو جرام، كيلو وات لكل باون او فد شيء. الان على ان ماينس 1 بي 1 في 1 1 ماينس بي 2، هذا البي 2 على بي 1 هو الكومبريشن ريشيو، ضغط الكوندنسر او ضغط الدفع على ضغط السحب، هذا هو الكومبريشن ريشيو. فاذا الشغل يعتمد بشكل مباشر، يعني ايش وقت يزيد الشغل؟ يزيد الشغل لما تزداد الكومبريشن ريشيو، ويزيد الشغل اذا زاد الضغط الدخول، ويزيد الشغل اذا زاد الحجم النوعي للماء التثليج. تذكرون حكينا عن الحجم النوعي، فاذا الحجم النوعي يقلل لي السعة، وبالتالي وبعد شي يسوي لي اذا يزيد لي الشغل. يعني هاي طبعا خلينا نقول ديس ادفانتج، يعني اضافية، تمام؟ يعني هو مو بس يسوي لي، يعني مو بس يسوء موضوع الريفريجريشن افكت، تأثير التبريدي، وإنما إضافة إلى ذلك أنه نحتاج شغل أكثر، طاقة أكثر، حتى نقدر نضغط إلى الضغوط المطلوبة. From the above expression, from the above equation, it can be seen that specific work input اللي هاي W الصغيرونة reduce as specific volume V1 is reduced. إذن هو ويا V1، مو قلنا إذا زادت يزيد، إذا نزلت نزل، هاي اللي حكينا هذه كسة. At a given pressure the specific volume can be reduced by reducing the temperature، مو هيك هاي الحكي اللي حكينا احنا. زين this is، احنا شو وقت قلنا كل ما تنزل درجة الحرارة كل ما الضغط يقل. This is the principle behind intercooling the multi-stage compression. إذن أنا بين عند نفس الضغط، يعني أنا رفعت الضغط من الستيج الأولى إلى الستيج الثاني، بعد ما دخل الستيج الثاني رفعت الضغط، فقبل ما يدخل الستيج الثاني، قبل ما يدخل الكومبرسر الثاني، شو سويت؟ بردته. انتبه هنا ملاحظة مهمة لا تربط ويا الموضوع السابق مال السبيسيفيك فوليوم. هناك السبيسيفيك فوليوم كان وين موجود؟ ال 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 الفريون وين كان موجود؟ بيا منطقة، بمنطقة الساتوريتد عند احكي، تذكرون؟ ارجع لكم بس وياي شوية تابعوا. انا اسف دا اصعد وانزل لان ما عندي يعني اشكال منفردة. فتباوع هنا أنا وين دا اشتغل؟ بالساتوريتد، قلنا كل ما دا يقل، تقل درجة الحرارة دا يقل الضغط. بس مما احكي هنا غير شيء، انا دا احكي على غاز مو بالساتوريتد. فاذا من اغادر الستيج الاولى، انا عند ضغط معين وراح ابرد، راح ابقى عند نفس الضغط. فاذا عندي ماء بنفس الضغط واختلفت درجة الحرارة فقط، ايش راح يصير؟ الموضوع هسه اختلف عن السابق. هسه انا ايش عندي؟ عندي مائع هيك، يعني هسه انا عندي هواء، عندي اي غاز طبعا، المائع ده اقصد به غاز، بردته. ايش يقول المنطق؟ قانون بويل وشارل اذا تتذكروا، ايش يقول المنطق؟ انه الغاز من ابرده ايش يصير به؟ يقل حجمه لو يزيد حجمه، بالتالي طبعا اتس ريديوس The specific volume is reduced. عوف الاسبيسيفيك قلنا دائما لا تخربط بها. إذن the volume is reduced. هناك من كنا ننزل درجة الحرارة، جدا ننزل وياها الضغط، والضغط هناك هو المؤثر. فإذن هنا أنا لما عندي الضغط ثابت بعد خروجه من الضغط الأول،
باعوا هسه هذا نقدر نثبت هسه من 1 إلى 2 هذا الضاغط الأول أو stage number 1. between stage number 1 and stage number 2 there are a subcool أو مو subcool خلينا نقول intercooler. intercooler the intercooler it's to reduce the temperature of gases in point number 2 to point number 3. Point number 3 is not always on the saturated line. It's maybe in this place or in this place. It's still superheat, but the same idea. Okay? فأني يعني to compress the vapor or the superheat vapor from this point to this point, the specific volume of the gases here then is different from the specific volume of the gas here. The specific volume here is less because the gas is cooled, and when it's cooled, the volume is decreased, and also the specific volume is decreased. Then according to this equation, then استنادا إلى هاي المعادلة، أنا لما قللت درجة الحرارة قللت الشغل. إذا هذا واحد من الأهداف. إذا أني مجرد أن ضغطت بمرحلتين وبردت قللت من الشغل، فيما لو أني بديت منا وانتهيت هنا راح أنجز شغل، بس إذا بديت منا وبردت ورحت لهنا راح أنجز شغل أقل استنادا إلى هاي القاعدة. أوكي، طبعا إذا أجي على البي في دايجرام راح ألقي هذا هو. طبعا تعرفون البي في دايجرام، البي في دايجرام هو الاريا اللي يحقق انها هي الشغل. فاذا الشغل كان قبل من هنا الى هنا، يعني هذا كله شغل. هسه ايش صار من هنا الى هنا؟ الشغل هسه وهذا اللي مهشر، هذا الشغل اللي انا سويت بي سيفينج اللي وفرته. اذا من حيث المبدأ، من حيث المبدأ أنه كلما قللت درجة حرارة الغاز قبل الانضغاط كل ما كان أفضل، لأنه راح أصرف شغل أقل. إذن فيجر 1-3 هو هذا الفيجر، هو يبين لي إذن هذا من 1 إلى 2 is the first stage، من 3 إلى 4 the second stage. زين، بينما شوين كان قبل من 1 إلى 2 داش، قبل من 1 إلى 2 داش عندما كان الضغط يشتغل بستيج وحدة، واضح؟ من 1 إلى 2 داش. As shown in the figures, then instead of compression the vapor in single stage from state 1 to state 2 داش، هاي الحكي اللي قلناه، طيب refrigerant compressor from state 1 intermediate، هذا الضغط اللي بين المرحلتين اللي هو الضغط 2-3، هاي 2-3 خط ثبوت ضغط مو تمام، لان هذا الضغط هذا يسموه الانترميديت بريشر، الضغط البيني between the two stages، وراح نعرف ايش قد قيمته بالضبط. زين، لو since the slope of the isentropic on the pH reduced line become flatter، هسه نجي نباوع انه H4-H3 اصغر من H2-H2 H باوع H4-H3 اصغر من H2-H2. لو كانوا متساوين كان ما سويت شيء. زين، هسه انا اسال ليش ما متساوين؟ ما متساوين لانه يعني موجودة طبعا الملاحظة وتحتها خط، بس يعني 100% انتم انتبهتوا انه خطوط الايزنتروبيك كل ما تروح بهالاتجاه، انه كل ما تزداد درجة الحرارة خلينا نقول تكون مور فلاتر، يعني مور السلوب مالها يبدي باوع، يعني تبدي هيك وبعدين تصير هيك بعدين تصير هيك شكلها، يعني تبدي تنفرج او تبدي تاخذ تسطيح اكثر. فمن تبدي تاخذ تسطيح اكثر اذا طول الاتش، يعني دلتا اتش منا الى هنا غير الدلتا اتش منا الى هنا، ولهذا الشغل هنا اقل.
هنا اكثر، هنا اكثر بعد، هنا اكثر بعد. فكل ما تزيد درجه الحراره معناها الشغل ايضا يزيد، لانه خطوط ثبوت الانتروبي تكون منفرجه اكثر. Since the slope of isentropies on pH diagram reduce, line become flatter. هذا اللي هو قلناها. فراح تشوف انه هذا الفرق الانثالبي هو ما متساوي. اذا الشغل الاجمالي هذا هو الشغل الاجمالي. هذا شغل الضاغط الاول وهذا شغل الضاغط الثاني، هو اقل من الشغل لو كان الضاغط يضغط. هذا الشغل بستيج واحدة، هذا الشغل بستيجين، مجموع ذولا اقل من هذا لانه استنادا الى هاي القاعدة. وانما بينما الستيج الاولى ما متأثرة، الستيج الاولى بقت نفسها، اذا التأثير وين صار؟ بالستيج الثانية فقط. وبالتالي الاجمالي the accumulation then will be less، يعني الشغل بالستيج الاولى ما تغير لان هو نفسه، بس الشغل بالستيج الثاني اقل، بالتالي الاجمالي اقل. intercooling of the vapor may be achieved. اذا حتى اسوي intercooling قلنا اكو عندي طريقتين. الطريقة اللي هي الابسط ومستخدمة اكثر شيء ويا الامونيا، يعني ان شاء الله اذا واحد من عندكم اشتغل يعني بالدراسة او حتى اذا نقول اشتغل بالحياة العملية ويشوف منظومات امونيا ملتي ستيج، راح يشوف هذا انه دائما بيها انتركولر مي. فيعني اكو ناس تستغرب انه مسوين تأسيس مع البواري مع المي حنفيات عبالك جاية على الهيد مال الضاغط، الهيد مال الضاغط الكفر، يعني احنا نسميه خلينا نقول نسميه الكفر مال الضاغط، فايت لانبوب مال مي حنفية. فهذا هو النوع الامونيا بالذات، يعني منظومات الامونيا انا يعني الحقيقة شايفها هاي، يعني يجوز اكو غيرها يعني انا ما شايفها بس هي موجودة اكيد. فاذا هاي الملتي ستيج وذ ووتر كولينج هيت اكسشينجر اكثر شيء ويا الامونيا. واريد من عندكم تثبتون سؤال يمكم، يعني راح اجاوبكم عليه بس يعني مو يمكن مو اليوم. ليش ويا الامونيا اكثر شيء؟ ماشي، خلونا يعني شباب ويا شابات هماتين وياكم يعني شوية نتفاعل ويا الموضوع. يعني احنا يعني هذا قدرنا انه ما نتشاوف بس عبر مثل ما يقولون عبر الاثير. فخلونا شوية يعني نكون يعني اكتف بالموضوع حتى نتفاعل وياه، وراح نشوفه كلش لذيذ ونحب الموضوع. فنسأل ونتساءل ونحاول ندور. يعني أنا والله أدري هماتين يعني الوضع مو مريح وهم دروس عليكم هواية، بس خلونا ننطي حق لهذا الشيء. أنتوا قاعدين بالبيت يعني هم شوية أسهل، فتقدر تلقي المعلومة هنا أو طبعا راح تلقيها هنا أنا في مكان ما. زين هسه نجي أوكي، هسه خلينا لكم سؤال ودا نشوف من يجاوب قبل. مو كلكم تجاوبون سوا، يعني من تجاوبون سوا يعني متخابرين، واحد مخابر الله، لا اريد اللي يعرف يجاوبني. واحنا ان شاء الله يعني موضوع يعني التقييمات سهله لا تديروا لها هوايه بال. زين ووتر كولينج از كومونلي يوز ان اير كومبرسر. اللي رايح للبنشرشيه اللي يعني شايف الكومبرسر مال ذول ضاغطات الهواء راح يلقي بيه ايضا اير كول، راح عفوا يلقي بيه ووتر كول. اذا اكثر شيء مستخدم بالكمبرسرات الهواء والكمبرسرات ايضا التكييف نفس الشيء. intercooling not only reduce the work، طبعا مو بس هذا، also reduce the compressor discharge. واضح هسه لو ارجع على هذا الشكل، اني لو مستخدم ستيج واحدة كان وصلت لهاي درجة الحرارة، بالملتي ستيج وصلت لهاي وهاي وين درجة الحرارة عن هاي. فاذا هاي فائدة إضافية أخرى أنا ما حكيت بيها بس السنة بينت، مو بس الشغل قل، reduce the compressor discharge temperature leading to better lubrication and longer compressor life. طبعا راح يطول من عمر الضاغط وأيضا الزيت أنا مرتاح. هذا هو هاي الستيج الأولى، طبعا واضح أنه reciprocating، وهاي هي الستيج الثانية. هذا خط السحب بالستيج الاولى يضغط الى هذا، قلنا هذا الضاغط يشبه الضاغط الاعتيادي سواء كان ستيج 2 ستيج نفس الشيء 3 ستيج هو نفسه.
الغاز بدل ما يروح مباشرة الستيج الأولى يروح إلى هيت اكسشينجر اللي هو يمر عليه المي، مي بارد يعني يبرده، مي الاعتيادي، أو ينضغط بالستيج الثاني. واضح هسه؟ واضح انه شنو فوائده وشنو شلون تركيبه. قلنا الطريقه الثانيه هي ان استخدم ملتي ستيج، بس واحد يقول ان بدل ما اجيب مي واجيب بواري وتاسيس ودوخه، رغم انه المي يعني يعتبر شيء رخيص، لانه بي تعقيد من حيث الانشاء والتصميم، وتدرون هذا مي وانابيب وليك وزنجار ويعني هواي شغلات. فاذا استخدام نفسه يعني هو اصلا انت تستخدمه في تشيلر او تستخدم منظومات تثليج، هي اصلا يعني مثلجه بارده جدا، فيستخدمون نفس الفريون، فاللي هو يسموه الفلاش غاز. فلاش غاز هو ايفابوريتنج، يعني شنو معنى الفلاش؟ فلاش يعني وميض بالعربي. وميض شنو؟ يعني يجيك فتشي بكامل قوته بسرعه هائله، يعني بثواني بس، يعني شلون من اشعل لك لايت، فكانه شلون الفلاش مال الصوره. الفلاش يقصدون به يعني يبدي الشيء بكامل طاقته في ثواني. فنفس الشيء انه هنا عمليه التبخر، الفلاش غاز هي عمليه تبخر الغاز، بس مو التبخر الاعتيادي، وانما تبخر بشكل سريع في لحظات قليلة. اوكي، هذا هو الفلاش. ويعني فذا تبخر بالإيفابوريتر هو مو فلاش، لانه ده يتبخر شوية شوية، يمشي الماء ويتبخر. هنا لا، بس دخل الى منطقة يعني يطلع بسرعة كلش عالية حتى يطلع صوت. اذا هنا يقول the vapor, this vapor called flash gas، هذا اللي احنا قلناه، developed during شو وقت يكون during the throttling process. الفلاش يظهر خلال او بعد مباشرة عمليات الخنق. It's possible to improve the COP of the system if the flash gas is removed. هسه راح نشوف يعني استخدام الفلاش غاز هو للتبريد، وايضا بفائدة اخرى راح نشوف به فائدتين، ولهذا هو كلش يحسن COP. However, continuous remove of a flash gas as soon as، إذا التخلص من هاي الغازات اللي تطلع بعد الإكسفانشن، التخلص المستمر، زين، as soon as possible and the compression is immediately is difficult in practice، يعني مو كلش سهل عملية، بس راح نشوف شلون نسويها. One way to of improving the performance of the system is to remove the flash gas، يعني وجود الفلاش غاز يسبب لي مشاكل، فاني وجود يعني هيك منظومات انه تتخلصني من مشاكل الفلاش غاز. هسه راح نحكي شنو هي مشاكل الفلاش غاز، وبنفس الوقت تستخدمه في تبريد الماء نفسه، فاكون اني حصلت فائدتين. اولا تخلصت من الفلاش غاز اللي هو فيه مشاكل على الكفاءة وعلى الأداء، وبنفس الوقت بردت ماء التثليج اللي اعطاني كفاءة أفضل أو قلل لي من شغل الضاغط الثاني مثل ما كان بالمي. نفس الشيء هو تبريد. لو نباوع شنو الفلاش غاز؟ أنا إيش قلت؟ قلت إنه الفلاش غاز عادة يحدث مباشرة بعد صمام التمدد، لأنه الضغط انخفض فالغازات بتبدي تطلع بشكل سريع. طبعا وين الضغط، وين الاكسبانشن، وين يشتغل الاكسبانشن؟ يشتغل ما بين الكوندنسر والايفابوريتر. فاذا بعد ما يدخل الاكسبانشن وين راح يروح؟ راح يروح الايفابوريتر. اذا هذا الفلاش غاز وين راح يصير؟ راح يصير بالايفابوريتر. اذا راح يملا جزء من الايفابوريتر، اذا راح يلغي جزء من الايفابوريتر، لان هو غاز، اذا ما راح يصير ليكويد، يعني قصدي ما راح يتحول من ليكويد حتى ناخذ الريفريجريشن افكت ماله. يعني دائما اريد ما يحدث بالايفابوريتر هو عمليه تحول من الليكويد الى الغاز. فاذا هو اذا جايني اوريدي اتس غازز، معناها ما في فايده. فاذا نرجع نشوف هن هذني الشكلين،
فالفلاش جاز هو فد خزان خلينا نقول او فد وعاء موجود قبل الايفابوريتر، يعني بعد الاكسبانشن قبل الايفاب. احنا مو قلنا هو الاكسبانشن يصير بين الكوندنسر والايفابوريتر، ودائما الفلاشنج يصير بعد الاكسبانشن. فاحنا بعد الاكسبانشن نسوي مصيده، نصيد لهذا الغاز. فاذا هسه فروم كوندنسر، وين الكوندنسر؟ هاي رقم 6، المفروض هذا هو الاكسبانشن، من 6 الى 7 صحيح، او من 6 الى 9 من ضغط الكوندنسر الى ضغط الايفابوريتر. تمام لو مو تمام؟ تمام. فاذا هذا هو صمام التمدد. انا هسه ايش دا اسوي؟ التمدد ما دا اسويه بمرحله واحده. شلون الضغط ما سويته بمرحله واحده؟ اذا اخليه يتمدد من 6 الى 7، وبعدين اخليه يتمدد من 7 او من 8 يعني هي نفس الضغط الى 9. فاذا التمدد بمرحلتين. خلونا نشوف بالمرحله الاولى. الفلاش تانك عبارة عن خزان صغير جدا ملحق بالمنظومة، يكون قريب من الإيفابوريتر عادة، بطوافة يعني هذا الشكل. طبعا هواية كل شوية أشكال، بس هذا هو الشكل اللي موجود عندنا، إنه الغاز السائل اللي يجي سائل هنا، طبعا 6 سائل مشبع، فمن يصير بيه تمدد راح يصير بيه جزء غاز وجزء سائل. قلنا هذا جزء الغاز اللي هو فلاش غاز سائل هنا مباشرة، ورا ما يتبخر ورا ما يطلع من هذا رأسا يصدر عندنا أو يظهر عندنا. إذن أنا أريد أتخلص من عنده، والسائل هو اللي أريده، فأسوي مكان فصل. المكان الفصل هو هذا الخزان. إذن هذا هو separator، يعني also it's a flash tank and it's work as a separator. separator مال شنو؟ separate the gases أو flash gases from the liquid. اذا هذا اللي بالاسفل طبعا الليكويد راح ينزل والغاز راح يبقى فوق. اللي بالاسفل هو ليكويد، هو ساتوريتد ليكويد مشبع. اكو قاعده احنا بالرابع يعني نقولهم اكو قواعد فقهيه تثليجيه، يعني اي انه يعني فقه التثليج او فقه الحراريات او في مفهوم الحراريات اكو قواعد. القاعدة هاي شو تقول اللي هنا تشتغل، هم تذكروها وتفيدكم. إذا وجد مائع معين بطورين، اسمعها زين، سجلها اكتبها، وأكو سامعيها من عندكم كرار سامعها. إذا وجد مائع معين هنا الفريون في مكان معين في حيز واحد بطورين، مو هسه هنا طور سائل وهنا طور غاز، تمام لو مو تمام؟ السائل والغاز موجودين بالطورين في مكان واحد، نفس الشيء منهم موجودين في قلب القنينة، قنينة الفريون اللي نشتريها بالسوق، ماكو بيها شوية غاز وبيها شوية سائل. زين شنو خواصهم ذولا؟ فكلاهما، هاي تكملة القاعدة الفقهية، فكلاهما مشبع، الغاز مشبع والسائل مشبع. فالغاز المشبع وين يروح؟ يعني معناها هنا مكانه، والسائل المشبع معناها هنا مكانه، يروحون على طرفي تطرف، يتطرفون، واحد يكون على الخط مال الساتوريتد من اليمين، وواحد يكون على خط الساتوريتد من اليسار. فهذا هو منه السائل اللي هو تجمع هنا اللي هي نقطة رقم 8، وهذا منه الاخ الغاز المشبع هو نقطة رقم 3. فإذن هذا 3، إذن هاي النقطة رقم 7 اللي هي وين موجودة؟ موجودة بالفلاش تانك، مباشرة في دخول الفلاش تانك هي عملت وكأنه بوابة، جزأت دزت جزء إلى مكان معين وجزء إلى مكان آخر، عملت هذا العمل. فإذا جزء ودتها منا، يعني احنا ايش نرسم سهم؟ هذا سهم وهذا سهم، فجزء راح سائل وجزء راح غاز. خلينا نجي نباوع نستمر ويا السائل. اذا هسه الغاز المائع اللي وصل نقطه رقم 8 هو شنو؟ ليكويد 100%، وهذا اللي انا اريده. وكانه رجعت للكوندنسر نفس النقطه، فوين اسوي تمدد اخر؟ اكسبانشن نمبر 2، اكسبانشن نمبر 1، اكسبانشن نمبر 2، وين يروح؟ يروح للتسعة. هسه لو تلاحظ الدخول الى الايفابوريتر كان قبل وين؟ 9 داش 9 داش
كلش هواية بيها كان غاز وسائل أقل، بينما تسعة كلش هواية بيها سائل وغاز قليل جدا. فتلاحظ هاي ايش قد فادتنا، فإذا هاي حسنت لي الدورة لأن زادت لي الريفرجريشن افكت. هذا واحد تمام، لو مو تمام هذا أني أكيد سويته. الشيء الثاني اللي أني أيضا استفادت منه هو شنو؟ هذا الغاز وين أودي؟ هذا الغاز برقم ثلاثة، هذا الغاز هو رغم أنه غاز ويعني وانفصل عن السائل، بس ترى هو درجة حرارته واطية لأنه ضغطه قليل أقل من الكوندنسر، فإذا درجة حرارته تعتبر واطية يعني بارد. هذا الغاز ضغطه جيد، درجة حرارته واطية، ممكن أن يخلط مع الغاز اللي جاي من الستيج الأولى، واضح؟ فشي يسوي له؟ شي يسوي له؟ ما غاز جاييني وبدرجة حرارة أقل من الغاز الثاني، فإذا انخلطوا فمعناها راح يبرد الغاز الساخن، وهذا هو المطلوب. تمام لو مو تمام؟ فلاحظنا الفائدتين، الفائدة الأولى إنه أنا قدرت أحصل مائع لدخول الإيفابوريتر بكواليتي أقل، يعني معناها بسائل أعلى، وهذا ما يعني مرغوب به. بنفس الوقت الغاز اللي انفصل ممكن أن العفو ممكن أن أخلطه مع الغاز اللي صادر من الستيج الأولى بالانضغاط اللي هو هاي إيدي، فهاي النقطة مع هاي النقطة راح تولد نقطة ما بينهما اللي هي أبرد، ففائدتين حصلت من هاي العملية. يعني هنا أنا حكي هو تكرار اللي حكيته أني، يمكن حكيت أكثر من هذا. فالشكل 1.5 و1.6 هو يوضح لي هذا عمل هاي المنظومة. احنا راح نشوف يعني بعض التحليلات الرياضية لهذا الموضوع. طبعا لا انسى اكو شيء لازم ما ننساه، احنا نحكي كل شيء هواية فوائد وكأنه تنضم العيوب، اكو عيوب بالداخل. العيب اللي ممكن ان انا اسجله هنا المائع اللي راح يدخل قلنا الكواليتي ماله قليلة، يعني معناها شنو؟ معناها السائل بي عالي وهذا كلش زين، الريفرجريشن افكت راح يكبر. بس انا ابوع من اتجاه اخر، لا انسى الكتلة اللي جاية هنا هي نفسها الاصلية؟ طبعا لا، لان الكتلة اللي جاية هنا هي انفصل منها جزء، فاذا الكتلة اللي جاية هنا هي اقل من الكتلة فيما لو كانت ما موجودة، فهذا هم عيب يسجل، بس هذا العيب قليل يعني ما مؤثر بقد الفائدة اللي راح نحصلها. واضح؟ فيعني بس حتى الواحد يعني خلينا نقول يدرك كل خفايا الموضوع. انتهى موضوع الملتي كومبريشن، نجي على الملتي ايفابوريتر. ملتي ايفابوريتر انه ممكن يكون قلنا الانضغاط لمرحلة او مرحلتين، بس دا نحكي احنا هسه على الايفابوريتر. الايفابوريتر ممكن يكون اكثر من واحد، هاي هي الفكرة. اذا الملتي ايفابوريتر بعض يعني او كثير جدا من المتطلبات او التطبيقات تحتاج ايفابوريترات هواية. الملتي ايفابوريتر نقدر نقسمه الى جزئين رئيسية، طبعا بعض الكتب كل شيء عقدوا الموضوع وبعضها يمرون عليه مرور، احنا لا هاي ولا هاي. نقول الملتي ايفابوريتر نقدر نوجد نلقي نوعين اساسية، وممكن ان تتفرع منها بعض الانواع الفرعية. النوع الاساسي هو هل هذن الايفابوريترات تعمل عند درجة حرارة واحدة لو مختلفة؟ هذا هو العامل الاساسي، يعني ملتي ايفابوريتر with constant او with the same temperature، ملتي ايفابوريتر with different temperature. هذا وين يقودنا؟ يقودنا الى انه ملتي ايفابوريتر with ملتي اكسبانشن، لانه مستحيل تخلي اكسبانشن واحد لمجموعه ايفابوريترات وتريد من كل ايفابوريتر يكون بدرجه حراره مختلفه. لا، اذا خليت اكسبانشن واحد و20 100 ايفابوريتر
كل الايفابوريترات راح تكون عند نفس الدرجه. اما اذا خليت ايفابوريترات متعدده واكسبانشنات متعدده انت مخير، تقدر تخليها تشتغل عند نفس درجه الحراره، وتقدر عند تخليها عند درجات حراره مختلفه حسب نسبه التخفيض مال الضغط. اذا تريدها بدرجه حراره واطيه الايفابوريتر، يعني مثلا خلينا نعطيك مثال عملي واقعي، انت عندك مخازن تبريد عملاقه، خلينا نحكي يعني على نطاق يعني مثلا 1000 طن، 500، 200، 300 طن، 5000 طن. فهذا التبريد طبعا لنفترض انه انت تبرد قضايا لحوم او قضايا البان، فالايفابوريترات عندك المعتاده مثلا ناقص 10 مثلا، فالمنظومه 70-90% من عندها طبعا بها ايفابوريترات، قاعات هوايه كل قاعه بها نوع من الالبان، وده تشتغل عند ناقص مثلا 10 او 20. بنفس الوقت عندك اداره حسابات، يعني جماعه النقل، هذا الواقع عندي احكي لك، يعني المخازن التبريد الاستراتيجيه اللي كانت مال وزاره التجاره انا هسه دا احكي لك اياها بالضبط. فبيها الاداره مو هينه، الاداره تطلع يعني فقد نص قسم الميكانيك اللي تدير هاي العمليه، عمليه عملاقه يعني مو شيء سهل. فهاي الاداره ايضا يحتاج لها تكييف. فمن غير المعقول مثلا اني اصمم منظومه تكييف اخرى مثلا، يعني حسب المصمم هو ممكن، بس انا يعني ايش اقول يعني واحد من الفلسفات انه انا عندي منظومه تثليج جاهزه وكذا راده تشتغل على مدار اليوم، فهل يعقل ان اجيب منظومه اخرى حتى؟ فش اسوي؟ اجيب جزء من ماء التثليج اللي كان يروح، اجيب جزء من عنده، مو اودي للقاعات التبريد، اجيب القاعات او الغرف الموظفين او للاداره، واخلي لها صمام تمدد اخر ما ينزل لي ضغوطه هواية، يعني ما احتاج بالتكييف، ممكن درجة حرارة 5-6-10 بالإيفابوريتر تفي بالغرض. فاذا استعملت صمامات تمدد مختلفة بإيفابوريترات مختلفة بدرجات الحرارة، مرات لا انا عندي هاي داحكي، يعني اذا تريد تستعمل صمامات تمدد مختلفة ودرجات حرارة مختلفة، لازم إذا درجات حرارة مختلفة لازم صمامات تمدد مختلفة. مرات لا، أنا مثلا VRF هسه VRF كل هو ما يشتغل غير تبريد، يعني تكييف قصدي، فإذا كل الغرف كل القاعات كل الفضاءات مفروض بدرجة حرارة واحدة أو يعني مقاربة، فإذا هاي درجة الحرارة تجي عن طريق صمام تمدد، لأنه راح يجي ليكويد والليكويد يتمدد ويطيني بالإيفابوريتر. طبعا مو شرط يكون اكسبانشن واحد، صحيح هنا في درجات الحرارة ممكن اخلي عدة اكسبانشن، بس كل الاكسبانشنات اذا نفس السعة تكون نفس المواصفة، اي انه الضغط العالي والضغط الواطي مالها نفسه، الضغط العالي هو نفسه ضغط الكوندنسر، بس الضغط الواطي حتى يطي نفس درجة الحرارة. اذا هذا النوع شنو؟ هذا النوع ملتي ايفابوريتر سيم تمبريتشر، يعني evaporator temperature و difference او multi expansion، بس ممكن يكون expansion واحد. اي طبعا ممكن يكون expansion واحد، افترض انا عندي قاعة مال محاضرات او قاعة مال مؤتمرات سعتها فد 40 طن، فانا اخلي بها يونيتات، كل يونيت 5 يعني 8 يونيتات اخلي على 5 طن حتى ابرد الهاي، فهل يستوجب أن أخلي كل وحدة بها expansion؟ يجوز يستوجب التصميم، بس ممكن أن أخلي كل هذني الإيفابوريترات أو كل هذني الإندور يونت على expansion واحد، لأن نفس درجة الحرارة نفس الظرف نفس الفضاء، واضح؟ فإذا خلي أحكي لكم الزبدة. إذا بالملتي إيفابوريتر أكو نوعين أساسية، ممكن يكون same temperature evaporator temperature أو difference. بالنسبة للسيم تمبريتشر، بالنسبة للسيم ممكن يكون ملتي اكسبانشن او سنجل اكسبانشن، ممكن، بس بالديفرنس تمبريتشر ايفابوريتر تمبريتشر ما ممكن، لازم يكون الملتي اكسبانشن. اعتقد يعني وصلت الفكرة.
اوكي. طبعا ملتي كومبرسر من البدايه قلنا ممكن تكون منظومه ملتي كومبرسر، ممكن تكون سنجل كومبرسر. المطلوبه هنا أنا طبعا ملتي كومبرسر، احنا نحكي على موضوع الملتي، فبس هي ما تاثر، هي نفس الشيء. فاذا هسه راح نحكي individual evaporators، evaporators مختلفة. طبعا بالمناسبة مو شرط نفس السعة evaporators، ممكن يكون سعة كبيرة ممكن يكون سعة صغيرة بالحالتين، with same temperature. same temperature ايش قلنا؟ and different load، يعني يقصد ساعات مختلفة. بس same temperature لازم الاكسبانشن نفس المواصفة، بس مو شرط يكون واحد، ممكن يكونون 20، ممكن يكونون واحد، ممكن يكونون 5، بس لازم بنفس المواصفة. اوكي، فنباوع المنظومة، يمكن هذا الشرح يغنينا عن هاي المنظومة. فتباوع هنا ايفابوريتر رقم 1 ايش قد درجة الحرارة؟ ناقص 30. ايفابوريتر رقم 2 ايش قد درجة الحرارة مالته؟ ايضا ناقص 30. اذا هذول سيم تمبريتشر، انت ما عليك علاقة بهذا، هذا الهواء اللي راجع، ما مو هذا الموضوع، بس كومبرسر واحد باوع مو كومبرسرين. لاحظ هنا أنا. بما انه ذولا بنفس درجة الحرارة، اذا نفس الضغط، اذا ممكن انا اخلط الغاز مالهم، وهذا طبعا مهم لانه راح نشوفه بالنوع الاخر مختلف. ليش؟ لانه لا يمكن، هاي هم من من القوانين الفقهية اللي هي نحكي بها، يعني هاي حتى بالفلويد كل شيء شغال، انه يصعب مزج، لا يمكن مزج مائعين بضغوط مختلفه، بضغوط متباعده، متقاربه ممكن بس متباعده لا يمكن ان تخلط المواقع. فاذا اذا هذا غير ضغط هذا مستحيل يصير ميكسينج بهاي النقطه بهذا التي. بس هنا شنو اباوع؟ نفس الاكسبانشنين، ممكن اخلي اكسبانشن واحد طبعا، لان هاي نقطه رقم 4 هاي نقطه رقم 4، اذا اثنين هن نفس المواصفة، اثنين هن نفس الخروج. ليش؟ لأنه نفس الإكسبانشن. ممكن أنا أخلي واحد يقول أنا عليش إذا هن نفس الظروف، أخلي إكسبانشن واحد هنا وأفرعهم، ممكن طبعا ممكن إكسبانشن أكبر ويؤدي الغرض. وتباوع السايكل، سايكل هن إيش قد هسه عندي إيفابوريترين، بس هنا شو مبين؟ طبعا كومبرسر واحد كوندنسر واحد، أوكي كومبرسر واحد كوندنسر واحد، زين اكسبانشنين واحد اثنين وايفابوريترين، بينما السايكل تقدر تميز من عندها انه اكسبانشنين لا ما تقدر. ليش؟ لانه الاكسبانشنين بنفس المواصفة فاذا يسقطون على نفس المكان، والايفابوريترين بنفس المواصفة فيسقطون بنفس المكان. النوع الاخر لو اباوعه هو individual evaporator نفس المقدمة with multiple expansion، ذاك اهم كان ملتيبل اكسبانشن، بس هنا ملتيبل اكسبانشن يقصد وذ ذا كاباسيتي وذ ذا وذ ذا سبيسيفيكيشن، زين اند ديفرنت تمبريتشر. هنا هو الحكي، الحكي هنا، هنا ديفرنت تمبريتشر، هنا كان ديفرنت لود وليس ديفرنت تمبريتشر. ديفرنت لود يعني واحد 10 واحد 20 واحد 30. اوكي اباوع الرسم وراح اقدر اني من الرسم هم اشرح. اذا كومبرسر واحد وممكن ملتي كومبرسر، كوندنسر واحد اجى على رقم 3 اللي هي نقطة مغادرة الكوندنسر، ايضا نفس النظام تقسم الى جزئين، واحد راح للإيفابوريتر الاول واحد راح الى الإيفابوريتر الثاني. الملاحظة المهمة انه هنا نقطة رقم 4 هنا نقطة رقم 5، it's mean the specification of 0.4 is totally different from the specification of 0.5 or node number 5. What's the difference? The difference is the temperature and pressure of evaporator. Here the temperature يعني تسمحوا لي مرات اروح للانجليزي، اريد همات يعني اتعلم على هذه الطريقه، وهم لان مصادركم انجليزي زين، because the evaporator number 2 and evaporator number 1 sometimes call low temperature evaporator high temperature evaporator. okay evaporator number 1 or low temperature evaporator evaporate or at minus 30. okay and high temperature evaporator evaporate are at 7.
That's mean this the specification of this expansion is also different from this, because this is decreases the pressure from 0.3 to 0.4, from 0.3 to 0.4. This is delta P. But the second one from 0.3 to 0.5. That's mean delta P is more. واضح هسه؟ إذا خواص هذا الإكسبانشن تختلف عن خواص هذا الإكسبانشن، مو مثل الكيس اللي قبلها كانت صحيح هم كل واحد مختلف السعة، واحد يجوز أبو العشرة طن واحد أو بس خواص تخفيض الضغط مختلفة مش شابهة، هنا لا مختلفة. ليش؟ حتى واحد يعطيني ضغط شوية عالي وواحد يعطيني ضغط أوطأ، بحيث هنا تكون عندي باعه. هسه هاي السيستم اللي حكيت أنا عليه اللي هي قلنا المخازن التبريد هو هذا بالضبط، هو هذا الناقص 30 تعطيني للقاعات التجميد والتبريد، بينما الزائد 7 وين تعطيني للإدارة، وبعدين ينخلطون. هنا راح نلقي إشكالية باعه، المشكلة وين راح تظهر الإشكالية اللي هي على القاعدة رقم 2 اللي حكيناه، انه لا يجوز او لا يمكن مزج، زين it's impossible to mix different or two gases or two fluids with different pressure. هذا ضغطه عالي، هذا ضغطه واطي، زين high pressure low pressure، زين it's impossible to mix it without accessories. حتى نحط فد شيء what is accessories is to reduce pressure reduce valve PRV. PRV it's يعني add يعني خلينا نقول it's add in the line to reduce the pressure from pressure number 6 to pressure number 8, which is a pressure number 8 it's equal to pressure number 7 and it's mean it's easy to mix the fluid of or gas from 8 to and 7 to generate fluid in 0.1 which is the suction line of the compressor. اوكي okay. اذا احنا بهاي المنظومه لا ننسى انه ضفنا، طبعا لو تكون ثلاثه ايفابوريتر راح نلقي اثنين بي ار في، دائما عدد البي ار في هو عدد الايفابوريترات ناقص واحد، زين نمبر اوف بي ار في از نمبر اوف ايفابوريتر ماينس 1. فالبي ار في هو عباره عن يعني صمه وخنق عادي ثروتلينج نوت مور ذان ثروتلينج. على البي اتش دايجرام هذا هو اداء الكوندنسر، هذا هو اداء الاكسبانشن، طبعا هنا راح يتميز الفرق لان 3 الى 4 اكسبانشن نمبر 1، 3 الى 5 هو اكسبانشن نمبر 2، هذا هو ايفابوريتر نمبر 1، هذا هو ايفابوريتر نمبر 2، هذا 6 to 8 is PRV process is with constant enthalpy like the expansion. 6 to 8 constant enthalpy. 7 is the outlet of the evaporator number 2 or number 1. زين point number 1 is the mixing of 8 and 7. How I can get it؟ من يعرف شلون اطلعها؟ طبعا اطلعها بسهوله من الانرجي بالانس، من الانرجي بالانس، اي انه كتله the mass of 0.7 multiply by the enthalpy of 0.7 that mean the energy in 0.7 plus the mass of 0.8 multiplied by the enthalpy of 0.8 or 0.6 is the same. It's equal the total enthalpy or the total energy, the mass of point number 1 multiplied by the enthalpy of 0.1. One of these variables are unknown. Mainly the enthalpy of 0.1, it's unknown because the mass of number 1, mass of point number 1 is the accumulation or the summation of
0.8 and 0.7 is the total mass of the system. Then, okay, and قدرنا نطلع إذا النقطة رقم واحد يعني معادلة بسيطة. واضح أعزائي؟ هسه هنا أنا the COP of the system in figure 1.8. COP شو يساوي؟ يساوي ما أحصله وش أحصل أنا؟ أحصل من الإيفابوريتر، أحصل اللي هو Q evaporator number 1 plus Q evaporator number 2. طبعا هنا أذكركم وتثبتوها ملاحظة ودائما تغلطون. ال COP أعزائي ال COP تحسب بطريقتين، حقيقة مو طريقتين، هي طريقة مشتقة من طريقة، بس يمكن حسابها في بعض الأحيان specific على specific، يعني Q صغيرة على W صغيرة. شنو يعني Q صغيرة؟ الـ Q الصغيرة هي شنو؟ هي الـ specific, specific heat أو الـ specific enthalpy of the evaporator اللي هو H2-H1 اللي هو هذا، هاي النقطة ما ناقص هاي النقطة، هاي النقطة ناقص هاي النقطة. هذا هنا شنو هسه الـ H؟ هذا specific يعني راح يطلع لي كل كيلوغرام. الـ W هو شغل الضاغط اللي هو هاي النقطة ناقص هاي النقطة ناقص هاي النقطة، صح؟ أيضا specific. ممكن أنا استخدم specific على specific وtotal على total يعني، بس شو وقت ما ممكن إذا كانت السايكل وحدة ما بيها أكثر من ماس، يعني ماس فلوريت وحدة بكل المنظومة. انتبه لي هنا لأنه دائما الغلط هنا أنا. إذا كان الماس فلوريت وحدة بكل المنظومة أو بكل تفاصيلها ماس وحدة، أقدر أستخدم هاي، لأن وين ما يكون هو نفس الماس. بس بالمنظومات اللي يكون بيها الماس مختلف من مكان إلى آخر، مثل ما موجود هنا M.1 M.2، ما أقدر أستخدم. أكو يعني كثير من الطلبة الحقيقة يعني أكثرهم بكالوريوس ذا أحكي يعني. هنا أنا M1 و M2 ما شو يسوي؟ H7-H5 زائدا H6-H4 على H2-H1. هنا ما يصير، لأنه أنت ما تقدر تجمع انثالبيز فقط، لأن الانثالبي هو نوعي لكل كيلوغرام وما عندك الكيلوغرامات متساوية. فإذا الأضمن هاي المعادلات، هاي المعادلات هي دائما صح. المعادلات اللي بدون ماس هي مرات صح مرات خطأ. فالافضل يعني الاسلم مثل ما يقولون انا اروح على هاي المعادله. الكيو الكبيره هي عباره عن كيو الصغيره اللي فرق الانثالبي في الماس، فاذا هي اتش ماينس اتش في الماس زائدا اتش ماينس اتش في الماس. بالمناسبه يمكن انتم عندكم هنا أنا خطا بالمحاضرات اللي دزيت لكم اياها، هنا ماينس، فلهذا انا ليش دا اقول انه راح ادز لكم النسخه المصححه. واضح؟ فإذا السي او بي ما احصله هنا أنا راح احصل من ايفابوريترين على ما اعطي. هنا الضاغط واحد، لو ضاغطين كان اخلي W1 زائد W2 نفس الشيء. اوكي، ف وبالتالي راح تطلع لنا السي او بي. طبعا شلون احسب الام دوت؟ الام دوت يمكن هم يعني مو جديد عليكم، اللي هي السعه، هاي السعة، هذا الـ QE1 هنا QE1 و QE2 هو السعة. يعني من أقول آني من أقول منظومة أم الخمسة طن، هو هاي هذا الـ QE1 هو الخمسة طن. أوكي، إذن هاي هي الكفاسيتي مال السيستم، الكفاسيتي مال إيفابوريتر، كفاسيتي مال الإندور، يعني هاي كل التسميات هي لشيء واحد. أوكي، فيعني دا أقول آني إيفابوريتر الأول أبو 10 كيلووات، الإيفابوريتر الثاني أبو 100 كيلووات. إذن هنا أحط 10 كيلووات وعندي H7-H5 تطلع لي M.1 وهنا تطلع لي M.2، وهكذا نحل السؤال أو نحلت المعادلات. انثالبي at point one، هاي قلنا الانثالبي بالنقطة رقم واحد شلون نطلعه؟ قلنا الكتلة الإجمالية في الانثالبي مال واحد، لأن هاي الكتلة الإجمالية تنضرب في H1 أو وسطين بطرفين. الام دوت اي والام دوت 7 مالت الكومب مال الايفابوريتر الاول، والام دوت 2
2 او دبل اي في ال اتش ات، هي هاي اللي قلنا الهيت بالانس باي اند انرجي بالانس، هاي هنا باعوا. ايضا ملاحظه اخرى انه هو الامثال بمال 6 يساوي 8 اوكي، يعني هنا انا اقدر اخلي اني بدال 6 اقدر بعض المصادر، او انت تقدر تقول هنا امثال برقم 8، هاي ملاحظه ثانيه حتى لا ننساها. طبعا يعني هنا دا يحكي على السي او في، يعني سي او في obtained can using above multi evaporator system is not much higher compared to the single stage system as a refrigerant vapor is intermediate pressure is the first throttling. لانه هنا احنا ما بدنا نحكي بين يعني منظومات، هي يعني الحكي هنا انه انت المفروض الكمبرسر يصير بملتي ستيج مو الايفابوريتر، وهذا اللي احنا حكينا انه ما راح يصير فرق هوايه بالسي او بي. نرجع على السؤال، يعني هسه يثار سؤال، هل الضغط اللي بين الاستيجات، هذا الضغط اللي بين الاستيجات ايش قد مهم لو مو مهم، وايش قد قيمته؟ يعني احد يسال اسوي يعني هذا، انا عندي الضغط الواطي مثلا 2 بار، الضغط العالي 16 بار، اسوي بالنص، اسوي اعلى من النص، اسوي دون النص، ايش قد اسوي حتى ينطيني افضل نتيجه؟ مو دائما انا ادور وين، يعني always I يعني I search to the optimum، هذا هو شغل المهندس يدور افضل شيء. فاذا الاوبتيمم بالتو ستيج، يعني ما راح نحكي على 3 ستيجز، اكو حتى اشتقاق نظري ومو مهم هذا بالنسبة لنا، مجرد أن تأخذ فكرة أنت مبسطة عن الموضوع. سووا تجربة، هاي التجربة على الهواء، سووها على الهواء، هاي التجربة سووها على الهواء، احنا هنا مكتوب الفريم 22 بس يقصد هاي القيمة 22. سوى على كومبرسر هواء، احنا مو قلنا الملتي كومبرسر مو بس يستخدم لل، حتى البنشرشية هم يستخدموا، يعني جماعة اللي يحتاجون كومبرست اير فاشتغلوا. طبعا بالمناسبة دائما الهواء يسبق منظومات التثليج، يعني معظم الضواغط جربت على الهواء وبالتالي جربت على ماء التثليج، يعني اسهل بالهواء ما بي يعني قضايا اخرى تأثر على المنظومات. فاذا استخدموها للهواء، فهنا عندنا الباور مال كومبرسر، انا ايش اريد للباور مال كومبرسر؟ تزيد لو تقل؟ طبعا الافضل تقل، لان هذا الكومبرسر انا دا اصرف عليه، القدره اللي دا انطيه اياها هي لو كهرباء لو اي مصدر من مصادر الطاقه الاخرى. فاذا كل ما قل كل ما افضل، اذا الافضل قيمه انه يكون هذا الكيرف ات مينيمم فاليو اللي خلينا نقول هاي. وطبعا هنا بهاي المنطقه يصير يسموه فلاتر، يعني يصير فلات مثل المسطح، يعني هنا من هاي النقطة إلى هاي النقطة خلينا نقول من 6 إلى 0 تقريبا هو الفرق كلش قليل، يعني ما محسوس. طبعا هاي إلى مواصفة، هذا يعني الضغط ينطينا بالكيلووات، يعني حجمه وملاعيبه، بس احنا مو هذا المهم. فنلاحظ انه هذا هو المينيمم، المينيمم هنا، هذا المينيمم شلون احسبه؟ احسبه من المعادلة التالية، الانترميديت بريشر الضغط البيني بين المرحلتين، يعني هذا هو بين المرحلتين، يعني انا اقول ايش قد الضغط، فانا عندي ضغط السحب، مين اجيب ضغط السحب؟ من يقول لي سكشن بريشر؟ من يعرف مين يجيبه؟ هاي هم طبعا نعلمها الصف الرابع من اول محاضرة، ولو هو الصف الرابع يعني مو اني اخذهم بالبدايات، ياخذهم دكتور يمكن لو اي بصف الثالث صار، بس يعني من المبادئ الاساسية انه دائما هم ما تنخلوها هم يعني تحطوها قاعدة فقهية، انه الايفابوريتر علاقتها مع السبيس، علاقته مع درجة حرارة وضغط الإيفابوريتر مرتبطين، الضغط درجة حرارة ضغط ودرجة حرارة الإيفابوريتر مرتبطين بالسبيس بالإندور، ضغط ودرجة حرارة
الكوندنسر او الديسشارج مرتبطين بالاوتدور. تمام؟ اذا هسه من احكي على بي ديسشارج مرتبط بالاوتدور. الاوتدور شنو هو؟ يعني وسيط التبريد اللي ابرد بيه الكوندنسر، هذا هو معناه، مي او هواء، ما عندي غيرهن. فاذا هذا مرتبط بالطريقه اللي انا ابرد بيها. بالنسبه للاندور او السكشن، هذا مرتبط بالسبيس. السبيس شنو؟ يعني انا ايش دا اسوي بيه؟ الايفابوريتر ايش دا اسوي بيه؟ دا ابرد بيه فواكه، خضر، دا ابرد بيه بشر، دا ابرد بيه لحم. فاذا كل واحد من هذول عنده ظروف خاصه بيه، يعني درجات حراره. فاذا انا هسه البي سكشن شلون احدده؟ احدده انا يعني حددت وين دا استخدم المنظومه مالتي مال تبريد حليب، يعني محتاج مثلا 2-3. فاذا على 2-3 اقدر اروح على نوع الفريون اطلع الضغط المقابل لها الساتشوريت بريشر. والتب الديسشارج هو يعتمد على درجة حرارة دا ابرد، يعني بيش دا ابرد؟ دا ابرد بالهواء. وين؟ بالعراق. العراق ايش قد الحرارة؟ الهواء يا بيوصل 50-45، اروح على 50 على الساتشوريتد ابغى ايش قد الضغط. اذا طلع لي ضغط البي سكشن، طلع لي بي ديسشارج، اضربهم اجذرهم، يعني وكأنه يعني مستطيل او مربع، اجذرهم دا اطلع وكأنه دا اطلع القطر او شو يعني شو تسميه راح يطلع لي الضغط. يعني هو مو بالمنتصف، راح يصير شوية مختلف عن المنتصف. اوكي، هاي لقوا انه هاي القاعدة تنطبق على الهواء، بالهواء تجي مضبوطة هنا أنا. بس بالفريون تطلع شوية اقل. باوع هسه هو افضل شيء هنا أنا، اللي هو خلينا نقول بالناقص 2. احنا قلنا من الناقص من الصفر الى الناقص تقريبا نفس الشيء، خلينا نقول بالصفر او بالناقص 2 او عفوا بالصفر او بالواحد. بينما بالفريون 22 لما طبقنا نفس الضغوط، طبقنا نفس الضغوط اللي هاي هي موجودة يعني محددها، طلعت القيمة هنا مو هنا. فاذا هي مثل ما هناك دا يقول in two stage refrigeration system the optimum intermediate pressure in two stage refrigeration system is slightly higher than that indicated. اوكي، طبعا هي هاي اللي يعني يقصد الباور راح تطلع اكثر. يعني هنا طلعت هاي الباور، هنا الباور طلعت اكثر. فاذا هي تكون درجات الحراره شويه اقل من عندها. اوكي، اجوا بعدها يعني خلينا نقول باحثين عدلوا هاي القيمه، ايش ضافوا لها؟ ضافوا لها تي كوندنسر على تي ايفابوريتر، دخلوا لها عامل اخر ينضرب في هاي القيمة ويطلع لي القيمة النهائية. بس لا ننسى انه التي بالكلفن هنا أنا. فلو كان بس هواء فهذا يشتغل هنا أنا. اذا كان فريون لا نشغل هاي. اوكي، اذا احنا حددنا ايضا الضغط وين، عفوا الضغط البيني هو ايش قد حتى يعطيني افضل اداء او اقل استهلاك للقدرة. هسه نيجي شو وقت اقرر ان استخدم التو ستيج. احنا من البدايه من اول يمكن 5 دقائق حكينا بها، يعني خمو انا طولت، هي ما باقي شيء، ان شاء الله باقي عندنا يعني موضوع صغير او اتوقف، يعني ما راح اكمل كل الفصل اليوم لان ما اريد الدوز يصير عالي من اول يوم والضجون من الدرس. هسه ناخذ القرار، شو وقت اتخذ قرار؟ واحد طبعا رأسا يسأل أنا، يعني هذا الموضوع بقى يعني دلتاتي، احنا مو قلنا اعتمد على دلتاتي او temperature lift. زين هي ايش قد temperature lift؟ طبعا عادة ما راح تجي temperature lift رقم، وانما راح يجي فد رينج. فاذا لازم نعرف هذا الرينج اللي هو اذا استخدمناه راح يكون مجدي اقتصاديا، لانه راح احصل COP افضل من ما لو استخدم ستيج وحدة، لانه احنا حكينا انه الملتي ستيج ترى يكلف اكثر. بس احنا نفترض انه بالرننج كوست اثناء التشغيل راح يكون يعني مردودة افضل.
The saving increases as the evaporator temperature drop. اوكي يعني يكون هسه هو طبعا راح نشوف الشكل يكون افضل. انت كل ما يعني خليها هاي ببالك القاعده المهمه انه انت كل ما نزلت بدرجه الحراره في تطبيق معين. يعني خل اقول لك يعني مثلا انت يعني صرت مستشار ان شاء الله انت من هسه مستشار بشركه او مستشار او يعني في دائره ويؤخذ رايك كونك انت مختص بالتبريد فقدموا لك عروض شركات تسوون مخازن تجميد او مخازن تبريد خلينا نقول مخازن تجميد حتى الموضوع يكون كلش وقدموا عروض وتدري العروض كلها بها اسعار بس بالتحليل خلينا نقول الفني او في السعري التحليل الفني لقيت انه بعض المنظومات او بعض العروض من شركات منطيك 2 ستيج وبعض العروض من شركات اخرى منطيك 1 ستيج. طبعا ابو 2 ستيج يعني عرضه اكيد راح يكون شويه اغلى وفلهذا اكو ناس يعني تحاول يعني حشاك ما يريد يعني يريدون يخدعون الشخص انه راح ينطوه يعرفون هم هاي مال اوطاء العروض فينطيه مواصفه هي قد تكون مواصفة جيدة من حيث نوع الضغط ويجوز الأجهزة وبها إفادات هم هواية بس شنو المشكلة؟ المشكلة أنه استخدم منظومة ماك هي كفوءة لأنه عادة من تنزل درجات الحرارة يعني من أول يمكن هم أول 5 دقائق قلت لكم 90% من منظومات التجميد هي ملتي ستيج ملتي ستيجز فإذا أنت حسة من تصير درجات الحرارة واطية خلي ببالك انه الملتي ستيج او ملتي ستيجز هذا يعني وارد جدا خلاص اذا هو اول شيء يعني سيفينج انكريز يعني كل ما تكون درجة حرارة اوطى راح انت تحصل يعني فائدة من فرق الباورز زين designer usually being considered two stage اذا المصمم او خلينا نقول المجهز او انت ك يعني شخص استشاري اذا تختار ايش وقت ياخذ نظر اعتبار التو ستيجز when the evaporator temperature drops below minus 10 اوكي يعني من يصير دي نحكي احنا على ناقص 20 فيعني صارت واجب التو ستيج اما ناقص 40 هاي ماكو يعني فرض اوكي فاذا انت عندك يعني من نقول من نحكي دون الناقص خلي يعني لا نصير حال متطرفين نقول جوا الناقص 20 خلاص بعد احنا يعني حسمنا امرنا انه الموضوع لازم يكون تو ستيجز انباوع هذا الشكل هذا الشكل يعني انا اسف شوي الاشكال من مصادر قديمه بس حقيقه اشكال مفيده جدا يعني اني مو كلش قديمه لان هي فيها 134 اي بس يعني هو الاخراج مالها مو كلش زين بس هي يعني اشكال لطيفه جدا وتفيدنا باوع هنا البرسنتج سيفينج ان باور اوكي هنا ايش قد اني اسوي سيفينج بالباور يعني بدل ما كان يعني اذا اني خليني احكي يعني خليني افهم الشكل واقول لكم ايش قد هذا ينعكس يعني سواء احد يقول لي هو كله يعني 10-12% بس اشوف هذا 12% ايش قد يعني فتباوع السيفنج كل ما تقل درجه الحراره دير بالك السكيل معكوس دير بالك السكيل معكوس هذا الصفر هو هنا اعلى شيء وهاي اقل يعني مو هيش اللي تمشي السكيل لا وده يمشي صحيح يعني بس احنا نحكي كل ما تقل درجة الحرارة فإذا يبدي من الصفر لأن احنا دائما قلنا من الناقص 10 نبدي نفكر بالتو ستيجز طبعا باوع يعني السيفينج مو أقل من نوصل ناقص 30 في أسوأ الأحوال يصير فد 14-15% لأي نوع من أنواع مواعد التثليج فيعني رقم ترى كبير يعتبر 15% يعني مو قليل لانه ال 15 طبعا ال 15 وبعض من انواع مواعيد التثليج يوصل لل 23-22 ربع الاستهلاك تعرف شنو يعني ربع الاستهلاك احنا من بدنا نحكي على
مخازن عملاقة أو مخازن استراتيجية اللي تشتغل بال5000 طن و3000 طن، هي هاي الموجودة طبعا بالعراق، كانت بال80s بنوا بحدود وزارة التجارة بنت 8 إلى 10 يمكن مخازن مال، تمتد من أعتقد من أربيل وسليمانية ومن أربيل والموصل إلى البصرة، بحدود 10 أنا ما أعرف بالضبط، مخازن استراتيجية اللي هي 4000 طن تخزن بصل وبتيتا وهاي يعني المحاصيل. فيعني هاي أحكي لك أنا المخازن دونمات يعني مو هيجي المساحة مالها. فتخيل يعني هاي ايش قد تصرف كهرباء. طبعا صرف الكهرباء مو بس يعني حشاك، انت حشاك يعني لا تكون انسان بسيط او يعني انسان عادي بحيث اي والله راح تقل الكهرباء هالقد. هي مو بس الكهرباء تقل، المعدات المرتبطة بالكهرباء تقل، وهاي يعني شيء هائل. يعني بدل ما كان عندك 10 محولات راح يصير جزء 8 محولات، هذا بدل ما كان عندك الكيبل ابو 150 مليم راح يصير ابو 100 مليم، بدل ما كان عندك سيركت بريكر ابو المدري ايش قد ابو 1000 امبير راح يصير ابو 700 امبير، بدل ما تجيب مولدات ام هالقد ميجا يعني حتى البنايه اللي كانت تحوي المحولات راح تصغر، وهكذا الستاف. فيعني يا اخي النظره لا تكون نظره ضيقه، يعني نظره مهندس ومهندس ان شاء الله ماجستير، فالنظره كلش واسعه تكون. فهذا التخفيض بالمنظومات الكبيره تخفيض هائل يعتبر. فرجاء يعني واحد يحكي ويتصرف بشكل علمي مضبوط. فاذا يعني من بالناقص 40 او الناقص 30 يعني تشوف السيفنج فشي كلش يعني ما يقل عن 13 ل 14% في اسوأ الاحوال. طبعا حسب نوع الفريون، من يتغير نوع الفريون يصعد بعد كلش هواي اكثر. فاذا القاعده هي تقول باو هنا من يكون 7 6% 5% قليل، ولهذا قال لك من الناقص 10 هو واضح. فهنا ايضا اكو ليميت اخر، اكو ليميت اخر احنا هم نعتمده وما جبنا له هواية طاري. طبعا احنا عشان على التمبريتشر ليفت اللي هي اكثر يعني استخدام اكثر شيوع لان تشتغل ويا كل انواع الفريون. ايضا اكو عامل اخر مرتبط ويا التمبريتشر ليفت اللي هو الكومبريشن ريشيو، يعني الضغط العالي على الضغط الواطي الباي نسميها، اللي موجودة بالمعادلة رقم يمكن 1 أو 2. فأيضا أكو يعني مقولة if the plant use a reciprocating compressor a two stage arrangement may be necessary. إذا شو وقت يكون necessary may be necessary to limit the pressure، أن يكون حدود الضغط compression ratio pressure ratio or compression ratio of compressor to the typical value of or about 8. يعني لازم compression ratio ما تزيد عن 8، ما تزيد عن 8 دول لا يعني حول على 2 stage. اوكي هسه صار عندنا اكثر من محدد انا اقدر اتلاعب بها، يا اما compression ratio ما تزيد عن 8 يا اما درجة حرارة الـ المنتج مالتك، لانه قد يكون باو هاي وين راح تخدم. يعني شوية دا نطول بس ما يخالف، التطويل ما بمضرة، ستة قاعد بالبيت ومرتاح ومو مثل القاعة وكل ستريد باوع الساعة. فلأنه هذا الرقم مال الناقص 30 أو ناقص 20 قد يكون هذا المكان اللي مستخدم به المخزن التبريد، خلينا نحكي على مخازن التبريد، قد يكون مثلا بنيوزلندا او خلينا نقول لا بنيوزلندا، خلينا نقول بالدول الاسكندنافيه اللي هي ما توصل درجه حرارتها في اسوأ الاحوال 25 30 بالصيف. فاذا دائما انت عندك الضغط العالي هو يعني واطئ، فاذا التمبريتشر ليفت هم ما راح يصير هوايه، لانه احنا ايش قلنا تتذكرون؟ قلنا يا اما الايفابوريتر ينزل والكوندنسر ثابت، يا اما الكوندنسر يتغير والايفابوريتر ثابت. فاذا نزل الكوندنسر فحتى اذا نزل الايفابوريتر يبقى التمبريتشر ليفت هماتين مو عالي. فاحنا ليش نظلم المجهز
واضح؟ إذا لازم إيش عندنا؟ إذا مو دائما جوا ناقص 10، لأن هو جزء الخارج 10، جزء الخارج 20، فمو دائما الجو الناقص 10 في الطيني مؤشر على المولتي ستيج. اروح اباوع على عامل اخر اللي هو الكومبريشن ريشيو، اباوع ايش قد راح تطلع الكومبريشن ريشيو، وبسهوله تطلع الكومبريشن ريشيو. مثل ما عرفنا البي ديسشارج على الاوت دور، البي انسايد او البي انترنال شلون نطلعها؟ قلنا نطلعها من التطبيق. انت تريد تسوي في شيء بناقص 10، تشوف ايش قد الضغط، تقسم الضغطين، استقسم ابسوليوت مو وفرق قليل بس هو ابسوليوت، راح يطلع الكومبريشن ريشيو طلعت 6، اوكي ما يحتاج حتى وان كان درجه حراره ناقص 6. طلعت 12، لا اوقف هنا. ولهذا في مناطقنا عاده راح تطلع اكبر من 8 مناطقنا، لانه دائما الكوندنسر عالي جدا. واضح هسه؟ طبعا هذا الحكي اللي حكيناه مال الكومبريشن ريشيو يشتغل ويا الروسبريكيتنج. دير بالك انا دا احكي على الروسبريكيتنج الترددي. ليش؟ لان هنا انا خالك ملاحظه اخرى. This limit او limitation on the pressure ratio اللي هي جد فوقها الثمانية does not apply to the screw، لان السكرو كومبرسر يشتغل عند كومبرشن ريشيو توصل للعشرين بدون ما تقل كفاءته. هي راح اسالكم سؤال لاخ، ما يخالف؟ يلا ما يخالف. صار سؤالين، ما اعرف ذاك السؤال شنو كان الاول. السؤال الثاني شنو اللي يتاثر من الكومبريشن ريشيو الزيد؟ ليش؟ وليش الكومبريشن ريشيو بالنسبه للترددي 8 المقبوله بس بالنسبه للسكرو وحتى السكرول توصل للعشرين؟ واضح هسه السؤال؟ هسه صار عندي سؤالين. اوكي السؤالين اللي جاوبني قبل يعني ما راح اقول يعني ياخذ درجه عن روعه، انتم كلكم يعني راح تجاوبون ان شاء الله، بس يعني راح نميز واحد عن الاخ شويه، ما يخالف بربع درجه نص درجه. فاذا سؤالين هسه عندنا. السؤال الاول ترى نسيته اني، هسه هذا السؤال الثاني. هي هاي الملاحظه اللي موجوده بيا صفحة، بصفحة 10، هاي الملاحظة اللي موجودة انه ليش بال المنظومات اللي تستخدم روسبريكيتنج 8 الحد الاقصى حتى نستخدم 2 ستيج، بينما الموجودة بالسكرو ممكن ان توصل للعشرين. خوش حكي. يلا سؤالين لا تستعجلون، يعني انت مو المهم تجاوب وتجاوب خطأ، مو يعني مو هذا الهدف. الهدف انه انا ابحث افكر ويكون جوابي مرتب، والجواب الدزولي يا مكتوب يعني على هذا حتى رأسا ينحفظ بالمحفظة مالتكم. ماشي عيوني. اخر موضوع اللي هو بس راح احكي عن الفكرة واعوف التفاصيل الى ان شاء الله المحاضرة الجاية، يعني من هنا فد 3 ايام، لان هي مو محاضرة جديدة وانما هي تكملة للفصل، بس انا ردت ارتئيت انه اجزئ لكم اياه لتسهيل الامر عليكم وعلي اني هماتين، ترى تعبت شايل المايك واحكي يعني رضيت الله على القاعة والمشي بيها والصبورة والوسخ مالها زين. الكاسكيد من اسمه كاسكيد يعني تتابع، كاسكيد سيستم استتابع. هنا بالكاسكيد سيستم هو ايضا استخدم اكثر من كومبرسر، بس ايضا استخدم اكثر من كوندنسر واستخدم اكثر من ايفابوريتر. هذا بالكاسكيد سيستم. الكاسكيد سيستم هو منظومات متداخلة متتابعة، لانه كل منظومة هي تعمل واحد. يعني لو باوع احنا بالحكي القبل اللي هو ملتي كومبريشن، منظومة واحدة فريون واحد، كل ما عنده يمر هو يمر لوب يعني بنفس الضغط. هنا بالكاسكيد سيستم ممكن استخدم نوعين فريون، ممكن نفس الفريون بس المنظومات مختلفة، يعني وكأنه انت عندك منظومتين مرتبطة بشكل معين. اوكي ذا كاسكيد سيستم ا سيريس اوف ريفريجرنت وذ
progressively lower boiling point are used. يعني احنا احنا لا ننسى انه موضوعنا حتى نحصل درجات حرارة واطية، باقين على هذا الموضوع زين. فهو نفس الفكرة انه انا داريد استخدم هاي المنظومات اللي هي الكاسكيت سيستم حتى احصل درجات حرارة واطية. راح اشوف شلون اسويها. The condenser of lower stage، هنا الفكرة موجودة بي انه انا الكوندنسر مال هو بي خلينا نفترض ابو ال يعني ستيجين او بي خلينا نقول سيركتين، بي كوندنسرين بي ايفابوريترين بي كومبرسرين. اللي راح يصير انه الكومبرسر مال اللو ستيج الكوندنسر مالته يصير يتبادل حراريا مع الايفابوريتر مال الهاي ستيج. اوكي، يعني عندي كومبرسر عندي كوندنسر وايفابوريتر يشتغلون هيت اكسشينجر واحد للاخ. يمكن يعني هنا الفيجر كلش راح يبين. هسه عندي هاي اللو ستيج اللو تمبريتشر كومبرسر، وهاي اللو ستيج اللي هي بالاخضر، وهاي الفوق اللي هي الهاي ستيج. بس تابع وياي لانه راح نكتفي هسه لهنا. اذا هاي المنظومه باوعها، هاي المنظومه اللي تبدي من الواحد اثنين اوكي راح تدخل بهذا الجزء، ما تختلط ويا هذا هيك مثل الزقزاق، ما تختلط وياه، راح تدخل بهذا الجزء اللي هو كوندنسر ايفابوريتر وتطلع وترجع لهذا. اذا هاي السيركت مغلقه اللي هي الزرقاء. السيركت الحمراء تبدي منها تدخل الضغط تروح للكوندنسر تطلع منها ترجع بهذا الزقزاق، ما تختلط. هذا الجزء هو يسموه الكاسكيد كوندنسر او كاسكيد ايفابوريتر كوندنسر. هذا هو يمثل كوندنسر بالنسبه للسيركت اللو، يمثل ايفابوريتر بالنسبه للسيركت الهاي. واضح؟ متداخلين بيناتهم. اذا هذا الجزء هو جزء المشترك، فبالتالي اصبحت المنظومة عبارة عن ايفابوريتر كوندنسر، وهذا هو مشترك. هذا هو الكاسكيت، تتابع اي انه هاي السيركت تتبعها هاي السيركت، ممكن ثلاثة ممكن اربعة، وراح نشوف بها فوائد كلش هواية. طبعا تباوع بالرسم ايضا، هذا ما شي دلل هذا الرسم، هذا الرسم يدلل انه الفريون الموجود بالسيركت بي ما يشابه الفريون الموجود بالسيركت اي. ليش؟ لان كل واحد عنده بي اتش دايجرام مختلفة. لو كان ممكن يكون نفس الفريون بالاثنين اي نفسه بس ما يختلطون، فراح تصير عندي بي اتش دايجرام وحدة. يمكن اكو عندنا هيك مثال بالاخير. واضح؟ There are thermal coupled in cascade condenser. The refrigerants selected should have suitable pressure temperature characteristic. إذا حتى أختار الفريونين، هنا أنا فريونين لازم أعرف المواصفة زين، لأن أكو فد موضوع هسا نحكي عنه أو يجوز نخليه على الأسبوع الجاي. ممكن نشوف المنظومة بشكل سكيماتيك، يعني مو شكل على السيركت. فمثل الثلاجة باع كومبرسر اي كومبرسر بي، ماشي، خلينا نباع كومبرسر بي. هذا هو الكومبرسر، هذا خط السحب، هذا خط الدفع مع الكومبرسر، يدفع الى اويل سيباريتر. يعني سنحكي عادة منظومات اللو تمبريتشر مني قل درجة حرارة يعني التطبيق نحتاج اويل سيباريتر. ما هسه موضوعنا هذا. اذا اويل سيباريتر انسال اويل سيباريتر، فيجي الغاز يطلع يروح وين؟ للكوندنسر. هذا هو شنو يشي يمثل بالنسبة للاحمر للسيركت بي؟ كوندنسر. اوكي، كوندنسر بي، هذا هو الجزء اللي سميناه كاسكيد كوندنسر، او قلنا كوندنسر ايفابوريتر يونيت. هاي فباوع هاي السيركت نكمل. هيك هذا الكويد ريسيفر، ماكو هم اعتبره ماكو. اكسبانشن ايفابوريتر اللي هو لو تمبريتشر عادة، ويرجع على السكشن. هاي السيركت الاولى. السيركت الثانية هذا خط السحب، هذا هو الدسشارج،
يصعد يروح إلى منطقة الأويل سيفريتر نفسها انساها أعبر، راح يروح إلى الكوندنسر، هذا هو الكوندنسر مو هذا، هذا الكوندنسر، هذا الكوندنسر يتبرد بالهواء يتبرد بالماء مثل أي كوندنسر عادي، اكسبانشن يروح للإيفابوريتر مال هاي السيركت اللي يتبادل حراريا ويا الكوندنسر مال ذيك السيركت، تمام، ويرجع ماء أزرق يعني معناها غاز بارد. هاي هي الكاسكيد ريفريجريشن سيستم، اعتقد وضحت وفهمتوها. هاي الخطوط هنا هي خطوط كهرباء ما لك علاقة بيها، هذا خط اللي هو مال الاويل، يعني اكو تفاصيل وهاي اضافية يعني كان اقدر امسحها بس ما اريد امسحها لانه يونت حقيقية، يعني حتى هو شوف باوع حاط تمبريتشر موتور كنترول، يعني هو ايضا ثرموستات، يعني حتى الكنترول مال شو اسمه خاله، فما يعني ما ردنا نشطب منها اي شيء. ان اكزامبل اوف ريفرجرنت، قلنا ريفرجرنت كومباينيشن دا اكو لازم، يعني مو اي واحد يقول والله خلاص استعمل 12 و25 استعمل 22 وامونيا، مو بكيفه مو بكيفه هذا الموضوع، هذا الموضوع مرتبط يعني اكو رابط بيناتهم راح نحكي عليه فيما يعني ياتي او لاحقا. فمن ضمنهن الاكزامبلات منطيك اذا تقدر تستخدم كربون دايوكسيد CO2 باللو تمبريتشر يعني المنظومه بي هنا، وتستخدم امونيا بالهاي تمبريتشر، هذا الرقم TCR اللي هو كريتيكال تمبريتشر، الكريتيكال تمبريتشر تعرفوا الكريتيكال تمبريتشر مو اللي هي هاي النقطه، هاي النقطة يسموها الكريتيكال تمبريتشر. اذا لازم الكريتيكال تمبريتشرات متباعدة بيناتهن حتى نقدر نختارهن. It is possible to use more than two cascade system. احنا ايش قلنا؟ قلنا ممكن تكون مو كاسكيد يعني two cascade يعني three cascade وممكن اكثر. اوكي؟ الابليكيشن ها هي، ناخذ الابلكيشن ونتوقف. الابلكيشن طبعا دائما تستخدم بالليكويفيكيشن اللي هي عمليات التسييل، تسييل الغازات، تسييل الغازات اللي هي معامل يعني تكرير النفط وغيرها، حتى يعني هاي تسييل الغازات المعروفه الاكسجين نيتروجين، ولو نبات ما توصل درجات حراره بس يعني تستخدم خلينا نقول في تسييل الغازات او الابخره. Liquefaction of industrial gases، هنا ابخره يقصد المصاحبه ويا البترول هاي هنا، وهنا يقصد الغازات الاعتياديه الاكسجين والنيتروجين والهيليوم وغيرها. دراي ايس يعني لو عندنا فرصه ندرس عنه اللي هو الثلج الجاف اللي هو من السي او 2 هم يحتاج درجات حراره، والديب فريز اللي هو تقريبا صلب محاضراتنا، الديب فريز هو من اريد تبريد ناقص 100 ناقص 80 ناقص 110، الديب فريز هو هذا التطبيق اللي احنا دا نبحث عنه. خلي نشوف هاي الادفانتج، شنو هي الادفانتجز؟ ها هي يعني هاي السطرين، سينس ايج الادفانتجز انه اني يعني خلينا نقول ادفانتجز عن الملتي كومبريشن، هي هم بيها كومبرسرين مثل ذيك، بس شنو فرقها؟ فرقها انه كل دوره مفصوله عن الاخرى ما مرتبطه بالاخرى، فاقدر اختار اي مائع بهاي، اقدر اختار مائع كنت مرتبطه بذيك، اذا اختار مائع خلص هاي لا، اقدر اختار اي مائعين واقدر اطلع من هذا الخليط درجات حراره مختلفه كلش هوايه يعني حسب التطبيق اللي اريده. فهنا ايش دا يقول؟ يقول it is possible to select a refrigerant that is best suited يعني مناسب، الافضل شيء يناسب for practical practicular temperature range لاي درجات حراره محدده بالضبط، very high or very low pressure can be avoided. هم من الاختيارات اقدر اقول هذا والله كلش عالي لا خلي يولي، هذا ناصي خلي ابتعد عنه لانه اقدر اغير الفريون، ذاك كنت مرتبط اذا اختاريت فريون يعطيني درجات حراره واطيه خلاص بعد ما اقدر اغيره. ايضا كان اكو مشكله انه
هاي طبعا مشكلة اللي مشتغل، ما اعرف اذا احد بيكم، من يكون الشيلر ملتي كومبرسر، باكثر من كومبرسر، احنا قبل نسميه مثل القطار شلون الفارغونات، يعني تباع الشيلر بي مثلا 6 كومبرسرات، كانت شركة كارير مشهورة توصل حتى ل 16 كومبرسر، حتى يسوون شيلر كبير الروسفريكيتنج محدود السعة، يعني مثلا جزء يوصل 70 80 طن، فاذا يريدون يسوون مثلا 800 طن شي يسوون، يعطون 10 مثلا هاي ما احكي لك بالضبط. المهم مشكلة هذول السيركتات انه السيركت مال الضواغط، يعني الضواغط مرات مو مساوي عليها السعة، مرات واحد يطفى واحد يشتغل. المشكلة انه المنظومة بها يتداور الزيت، فالكمبرسر اللي يشتغل يرجع للزيت، الكمبرسر الطافي ما يرجع للزيت. هو ليش يطفى؟ يطفى لانه مرات عندك الكنترول تتناصب ابو 800 طن وانت تحتاج 500 طن بالليل او ماكو عندك حمل، فخمو تخلي كل الكمبرسرات تشتغل يطفون. فاذا طفت هذين الكمبرسرات اذا الزيت اللي موجود بالمنظومة راح يرجع على كمبرسر واحد او 2 او 3، فذنيك ما راح يرجع لهن، فراح يصير عندي مشكلة بعودة الزيت. اذا migration of lubricating oil from one compressor to the other is prevented. فاذا ما عندي هاي المشكلة، لان يعني كل سيركت معزولة، هاي السيركت دهنها هاي، هاي السيركت دهنها هاي. طبعا المثال مو كلش ينطبق، بس يعني من تصير المنظومة، يعني نفس المنظومات ذيك مالتنا هم نفس الشيء، اللي بدرجة حرارة مختلفة يكون هروب الزيت من عنده اقل وهكذا. اعزائي يعني احنا ان شاء الله وصلنا لنهاية محاضرة اليوم، ما اعرف ايش قد طولت، بس يعني ان شاء الله ما كنت ضيف ثقيل عليكم، واتمنى وانه تتفاعلون ويا الموضوع، اعتقد الموضوع يعني مو كلش جاف، بشوية ديناميكية، وهذا اللي نقدر عليه. وتريدون من عندي اكثر اني حاضر، بس يعني قولوا لي وين تريدون بيش هذا، واللي ما افتهم نقطة معينة انا مستعد اوضحها اكثر كتابة حتى اذا تحبون، او صوتا ما عندي مشكلة، راح نستمر على هاي الطريقة. راح تجيكم واجبات بيتية ايضا اضافة لهاي الاسئلة اللي دا احكيها اني، تعتبر مثل الكويزات السريعة. الغرض منها انه يعني نسوي فد وسيله للتقييم البسيطه حتى اكو تنافس. تحاولون تقرون يعني او تشوفوا المحاضره مره مرتين، هي يومكم شو وقت يعني احسن من قبل، قبل نجي بالمحاضره ونطلع، هسه تسجلت يومكم تقدرون تشوفوها. اي استفسار اي سؤال انا حاضر، الميل مالتي موجود على الموقع، الميل الخاص يعني ميل مالتي قصدي الميل الجامعي، وايضا ممكن على الموقع نفسه تقدرون تدزوا لي يعني على الجوجل كلاس روم اذا سؤال عام الكل يريدوه بعد افضل، واي شيء انا حاضر. وحتى احنا يمكن سوينا جروب بالفايبر اذا واحد يريد اسرع. بالنسبه للجماعه اللي ما عندهم ميل تقدرون يتصلون بدكتور عماد، دكتور عماد عبد الحسين اللي هو مسؤول الدراسات، تقدرون يرتبون. اذا ماكو حاولوا انتم تنسقون وياهم تسجلون المحاضره وتدزوها بالفايبر، انا يعني حقيقه هاي الامور يعني صعب علي هسه اسويها، فما اريد اغير السيستم رجاء، هو هذا السيستم المطلوب من الوزاره، يعني ارجو ان تتفهمون وضعي. وتحياتي والله ان شاء الله يحفظكم من كل مكروه، وان شاء الله نتشاوف بالقريب العاجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.